ويعمل صياغة للنظريات. القضية هنا إن إحنا لو حضراتكم عارفين معدل أكثر حاجة أو أول حاجة شافها الإنسان في الكون هو الضوء، صح؟ الضوء دوت على مر العصور كنا بنحاول نفهم المعادلات الحركة بتاعته، المعادلة اللي بتحكم انتشاره في الفراغ. المعادلة ديت أو المعادلة دي تم الوصول ليها نهائيا في القرن 19 على إيد عالم كبير جدا اسمه ماكسويل. أوكي؟ المعادلات دي كانت بتدرس بيه انتشار الضوء وحركته والديناميكس بتاعته. بناء على ان سرعته كام؟ سي. اوكي؟ 3.8 متر على الثانية. فالمعادلات دي طلعت بشكل انها بتعترض بشكل كبير جدا على الفاليو بتاعت سي. طيب انت لو تغير مكانك كراهه، يعني انت دلوقتي انا دلوقتي على الارض. والضوء ده جاي من الشمس. لما اجي اكتب معادلات الحركه اللي هي معادلات ماكسويل للضوء ده هكتبها معتمده على مين؟ على سي، لان انا راجل في الثبات او ثابت على الارض. طب انت لو فرضا انا بتحرك بره الارض، بره الاطار بتاع الارض خالص بسرعه دي. السؤال دلوقتي هترصد سرعه الضوء زي ما هي ولا هترصدها مختلفه؟ فالاجابه ماكسويل قال لا هترصدها مختلف. ليه يا عم ماكسويل؟ قال ده الطبيعي. يعني احنا على الارض مثلا لو واحد بيتحرك بعربيه 30 كيلو متر، واحد تاني بيتحرك بعربيه 50 كيلو متر في نفس الاتجاه، اللي بيتحرك ب 30 كيلو دوت هيرصدها بسرعه قد ايه؟ الثانيه 50 ب 20 بس. دي اسمها تحويلات جاذبيه. فماكسويل كان معتقد في تحويلات جاذبيه بشكل عام كبير. قال طب قالوا له بس كده معادلاتك غير صالحه الا على الارض، على اطار الاسلام بتاع الارض بس. يعني انا لو خرجت بره الارض معادلاتك غير صالحه او ما بقتش ما اكتسبتش صفه الفيزيكال لو، يعني الفيزيكال لو هنا او القانون الفيزيائي قوته بتيجي منين؟ انك تستطيع انك تطبقه في اي حته في الكون. وده كان قوه نيوتن مثلا. نيوتن عمل لك قوانين الحركه اللي تدرس بيها ايه؟ حركه الاجسام على الارض وحركه الكواكب بالنسبه للشمس. دي ان هو وحد الاجرام او وحد الكون كله بعض القوانين البسيطه. نفس القانون اللي هو اف بتساوي ان ايه دوت. ده تقدر تطبقه على مين؟ على الارض، وتقدر تطبقه على المريخ، وتقدر تطبقه في العلاقه ما بين الارض والشمس. دي اندرستاند. نفس القانون اللي انت بترمي بيه حاجه على الكره الارضيه هو نفس القانون اللي بتدرس بيه اي حاجه على ايه؟ على الشمس. الكلام ده ما كانش مرتبط بشكل دقيق على معادلات ماكسويل اللي هي معادلات ايه؟ حركه ايه؟ معادلات حركه الضوء. معادلات حركه الضوء بتاع ماكسويل بالنسبه له كانت صلاحها فقط فين؟ على الارض وبس. ليه؟ لان سرعه الضوء اللي بنرصدها على الارض كانت 3.8. طب فرضا انت كنت بتتحرك بره الاطار ده بسرعه مثلا دي، دلوقتي يو هاف تو تشينج يور لو. بس السؤال دلوقتي هل ده اسمه لو؟ هل ده اسمه قانون؟ طيب فعشان كده قال المكتوب هنا يعني البروجرام اوف واتشنج لايف فلاش جو باي ده واحد على الارض هيقيس سرعه الضوء دي وبالتالي هيستنتج معادلات حركه ماكسويل ايكويشن تتفق بالكامل مع اللي استنتجه ماكسويل. طيب واحد تاني بقى بيتحرك في التسلق بره الارض بسرعه عاليه. لما يجي يوصل سرعه الضوء وفقا للتحويل الجانبي هيرصدها كام؟ في ماينس في. دلوقتي اصبحت ايه؟ في اختلاف القوانين القانون الفيزيائي نفسه ايه؟ اصبح متغير مش مكتسب صفه اليونيفرساليتي. اوكي؟ طيب فالراجل اللي هو بيتحرك بالسي ماينس في ده راجل بيستجري ونفسه مع معدات نفسه. ده معناه ده السؤال اللي طرحه اينشتاين يعني الفيزيائيين عموما قال اينشتاين دو ماكسويل ايكويشن اونلي ورك ان وان ريفرنس فريم شغاله بس في اطار سنان اف سو ذي سود بي ذا ريست فريم اوف لومينس ات اي سي. فهي من هنا جت فرضيه. الفرضيه دي فضل الفيزيائيين مؤمنين بيها سنوات كبيره جدا اسمها الاثنين. وهنا النقطه دي بالذات تخليك او تتعلق اي مفهوم لليقين هنا. مفيش حاجه اسمها يقين 100%
الفايل الحاجه حتى لو انت بتشوفها الفيزيائي هنا بتفضل مهم بشيء وطلع في النهايه ايه؟ واحد. ده الاثير. الاثير ده واحد افترض ان هو مال الكون كله. بمعنى صح انت مثلا لو متحرك لو الارض متحركه في اتجاه الاثير ده سرعتها مثلا هتبقى زي سرعه الاثير. لو عكسه يبقى سرعتها ايه؟ ماينس الاثير وهكذا. وبالتالي معدل ماكسويل دي هتكون معتمده على مين؟ معتمده على سرعه الضوء ده في الاثير ده. اوكي؟ على حسب الاب ستريم لايف فورس سلور داون ستريم لايف فورس فقط. مثلا الفرضيه. الفرضيه دي دفعت علماء اسمهم مايكلسون ومورلي في اواخر القرن 19 يعملوا التجربه نفس فكره التجربه اللي استخدمناها فيها بعد عشان نكتشف فيها جرافيشنال ويفز. التجربه جميله جدا لان انت عندك شعاع ضوئي بتدخله على يعني اطار او بمعنى صح مرايه او هاف سبليت بتفصلك الضوء ده واحد نص يعني جزء منه بينكسر وجزء منه بينعكس وبعد كده بيطلعوا عند النقطه وبيحصل عمليه تدخل. المفروض التجربه دي كانت تثبت وجود الاثير ان هو انت لو غيرت الدايركشن بتاع التجربه بالنسبه لاتجاه المفترض للاثير ده هتقيس سرعه الضوء مختلفه مره في بلس بي مره في ماينس بي. نتيجة التجربة طلعت إن هما مهما غيروا بيقيسوا نفس سرعة الضوء بلا تغيير. إيه؟ التجربة الثانية بتاعت مايكل سومورلي إن أنت عندك سورس لايت أنا عايز دلوقتي أعمل منه انترفيرنس فاتر أو نطق تداخل. نطق التداخل إن أنا لازم يكون عندي تو ويف. التو ويف دول بيبقى بين منهم حاجة اسمها زي فيز ديفرنس. طب بواجههم إزاي؟ بدخل الضوء دوت على حاجة زي هاف سبليت هاف ميرور. هاف ميرور ديت عندها القدره انها يعني بتخلي نصف الضوء دوت بينعكس والنصف الاخر ايه؟ بينكسر. بعد كده بيروحوا عند حال كل واحد فيهم بينعكس انعكاس كامل ويرجعوا تاني عند ايه؟ عند السبليت دي بينطبقوا عند نقطه وبعد كده بيتداخلوا نتيجه وجود الفكره الرتيشن اللي انت بتقعد تغيرها. اول ما يحصل دوت بتقدر تحصل على الانترفيرنس بس. نطق التداخل بتاعك. المفروض انت بتدرس الكلام ده بين فوتو فانت اساسا لو بتعملي التجربه ديت في الاتجاه المفترض للجزيرة سرعه الضوء ديت هتبقى مثلا سي بلس دي مثلا يعني تتغير مثلا 3 في 10 8 بقت كونستنت. لو مثلا عملتها في اتجاه ثاني تبقى 3 في 10 8 ضايق ماينس كونستنت. من هنا اقدر اعرف سرعه الجزيرة ده اللي هو ايه الحاجه الوهميه اللي كان ايه مفترضها الفيزيائيين. بجانب برضه الدافع لفرض الجزيرة ان انت اساسا مفترض الضوء ده كموجه عشان الموجه دي تنتشر في الفراغ انت محتاج لها وسط تحملها ما ينفعش هتطلق لك من غير وسط فكان برضه ده الدافع انك تضطر برضه وسط وهمي اسمه ايه؟ اسمه ايزيد. اوكي؟ فهم خدوا جايزه نوبل على الموضوع ده كان في السنه السابعه مع ان كانت نتيجه التجربه نجحت بالنسبه لهم. يا نصار ده ليه؟ بس طبعا الكلام دوت جه اينشتاين بعدين استغلوا طب اسال سؤال دلوقتي انا عندي التجربه سرعه الضوء لا يمكن انها تتبدل ولا تتغير. مايكل سومر واي كنت اسيوم ده ليه ما افترضش فرضين مهمين جدا. اول فرض عن الانفرسات بتاع الغاز مايكل الكروشه ما ينفعش تكون طالعه في فريم وايه ومش شغاله في فريم. لا مايكل الكروشه طالعه في كل الفريم بلا استثناء. بس ده يا عم اينشتاين هيكلفك حاجه هيكلفك انك تقبل ان سرعه الضوء لازم تكون ثابته في كل الفريم. هنا اينشتاين بدا يتعارض مع الناس اللي اسسوا الميكانكس جاليليو ونيوتن. طب ده معناه ايه؟ يا عم نيوتن وجاليليو بيقول لو انت بس المثال اللي احنا ضربناه لو انت ماشي بسرعه 50 والتاني ماشي بسرعه مثلا 70 في نفس الاتجاه هيجي كام؟ 20. طب ما تعرفش الاتجاه في كام؟ 120 صح؟ لا اينشتاين بيقول لك لو انت مشيت بنص سرعه الضوء وواحد تاني ماشي جنبك بسرعه الضوء هتقيس سرعه الضوء. طب لو ماشي بعكس اتجاهي انا ماشي بنص سرعه الضوء وهو ماشي بعكس اتجاهي بسرعه الضوء هيقيسوا برضه سرعه الضوء. دي اندرستاند الايديا هنا؟ هي دي فكره النسبيه كلها دي اللي ادت هو دلوقتي ثبت السرعه. كويس؟ ثبت مين سرعه الضوء؟
عندي عامل ايه؟ الاوبزرفيشن. الاوبزرفيشن للمكان وللزمان. اوكي؟ الطريقه اللي انت بتستخدمها الاوبزرفيشن نفسها وفقا لتحولات جاليليو عمل عليها ريفوليوشن. انت فهمت العمق اللي هو نزل له قد ايه؟ هو نزل للسؤال الاصلي. اوكي؟ طيب فهو اللي اختار بين الوايت سبيس سنتر اوف انيشال اوبزرفر اللي تعرف بالفيلوسيتي او ذا يوست اوف ذا سورس اوف لايت. ده حتى لو طلع في الطب يعني مثلا انا مثلا لو انا بتحرك وبرمي كوره لو بتحرك بسرعه 20 وبرمي كوره بسرعه مائيه 50 يبقى لما تترمي هتترمي قد ايه؟ 70. لو خلي بالك بقى لو السورس بتاع اللايت بيتحرك بثلاث ارباع سرعه الضوء وبيلقي ضوء هيتقيسها كام؟ بس برضه مفهوم؟ طيب دلوقتي كلاسيكيه الفكره الكلاسيكيه بتاعتك اللي هو انت بتعهدها في الدايري بتاعتك كل يوم. لو انت راجل بتجري سريع كده وبتجري كل يوم ورحت او راجل بتلعب سله مثلا او بتلعب يد بتاع اليد مثلا عشان يلقي حاجه بشكل قوي يعمل ايه؟ بيجري ها؟ وعشان يعمل فيلوستي وبرضه ايه؟ بيعمل فيلوستي لمين؟ للكره اللي بيعملها. كويس؟ طيب السرعه هنا بتقدر تجمع السرعتين ايه؟ اربعه لان السورس الراجل اللي بيرمي بيكسب سرعه لمين؟ السرعه اللي هو بيديها كمان لمين؟ للايه؟ للحاجه اللي بيلقيها. هل الكلام ده ينفع يتطبق على الضوء؟ لا. الضوء مهما كانت سرعه السورس بتاعه هو سرعته ثابته. ما قصة المرضي دفع تجريب ان انت عندك تجربه لمده 20 سنه مش قادر تفهم الرضا بتاعتها. لا هما ما قصة المرضي كان دافعهم ان هما يثبتوا ايه؟ يثبتوا وجود الاثنين ومستعدين على مين؟ على تخيلات ماكسويل وتحولات جاليليو وتحولات نيوتن. يعني نيوتن ده بالنسبه للفيزيائيين لحد القرن 19 كان تقدر تقول عليه لايت جاد لايت الى يعني حاجه كبيرة جدا يعني. فكله مستعد ان دي حقائق لدرجة ان في واحد فيزيائي وقع في كلمة تسمعها واحد اسمه كلمة ده اعتقد مشهور يعني تسمعها كلمة لدرجة ان هو من يقينه في الكلاسيكال فيزيكس من يقينه في الكلاسيكال فيزيكس قال ايه؟ ده الكلام ده في القرن 19 قال ايه؟ I think we reach to the end of physics and all the other stuff are just approximations. متخيلين الكلمة معناها ايه؟ إن احنا يا جماعة وصلنا خلاص لليقين الكامل بالنسبة للكلاسيكال فيزيكس، عرفنا كل حاجة خلاص، والباقي كله تقريبات. تقريبات لدكتور القياسي. نيوتن وجاليليو وماكسويل خلصوا لنا الدنيا. طبعا هو ما كانش عارف إن في بلاوي هيشوفوها بعدين، يعني بعد القرن اللي بعدين. وحاجات أنا لما أشرحها النهاردة أنت ممكن حتى تصطدم في يقينك، في أي يقين أنت معتقد فيه. طيب فهنا لوز اوف نيتشر لان ده قانون طبيعي لازم ما ينفعش القانون اللي بيحكم الشمس يكون غير القانون اللي بيحكم الارض يكون غير القانون اللي بيحكم مجرة اندروميدا. الكون او الطبيعه لازم تكون بيحكمها ايه؟ يونيفرسال ايه؟ لو ماشي؟ فكلمه ماكسويل ان معادلات ماكسويل او معادلات الضوء صالحه على سطح الارض دي كلام سهل. ده اينشتاين كده الفرصه ده او التخليصه ده ايه؟ ان هو لازم يفترض ان سرعه الضوء ايه؟ ثابته لا تبدل ولا تتغير. هنا بيتعارض مع مين؟ مع مبدا الاساس مين؟ لجاليليو. ومبدا الاساس مين؟ لنيوتن. ليه؟ طب ليه جاليليو تحولات جاليليو كلها ضربت خلاص؟ بقت خاطئه. مع اني كنت بدرسها تقريبيا لكن مش هي الاساس، مش هي اليقين، مش هي الصح. الحاجه الثانيه بالنسبه لمين؟ لقواعد نيوتن. دلوقتي ما دام انا ثبت سرعه الضوء اللي انا اساسا ايه برصد بيها مهما اتغير كسرعه حركتي ومهما سرعه الضوء ده هيأثر على الزمن والمكان اللي انا بقيته. اوكي؟ انا هوضح ده دلوقتي حاجه. ده بيتصادم مع مين؟ ده بيتصادم بالكامل مع ميكانيكا نيوتن. الكلمة اللي انت مبنيه على ايه؟ انك كاوبزرفر مالكش علاقه بالنظام تماما. والتايم ابسوليوت.
ديفايس كلاشن بو باي زد وذ فيت بي. يبقى الراجل اللي في الثلاث بيتحرك بسرعه بي هيشوف الضوء ايه؟ سي والاعراض نفس الكلام، فالمعدات نفسها طالعه في كل زمانه ايه؟ ومكان. طيب جايز في ديفايس كلاش ترافيك باي زد نو ماتر هاو فاست ذا جايز دايركت از موفينج. So, even how the light flash is traveling in the opposite direction, but by the light, what is it? بالسي ما فيش مشكلة. فهنا ده مثال بسيط جال فايل بيور باي ان اوبزرفر ازاي؟ انت دلوقتي انت الاوبزرفر اللي فوقك ودي مثلا كاوجر وده كاوجر، اوكي؟ والاثنين ماسكين ماسكين بورد بيدخلوا على بعض. ماشي؟ اوكي. هنا انت دلوقتي بتستخدم النقطة دي عشان تقدر تشوف مين؟ الاثنين مع بعض، ماشي؟ هتفترض انك انت في موقع تقدر تشوف الاثنين يعني الضوء اللي طريقتك لقيادتهم الاثنين مع بعض، الضوء اللي انت بتستخدمه عشان ينعكس من عليهم ويوصل لك على نفس المسافة، فبالتالي ايه؟ هيوصل لك نفس الوقت، يعني بيحصل حدث من الاثنين حدث ثاني. جميل. سي دي سي بوز شروط فاير سيمتريس. السؤال بقى لو انا متحرك بسرعه دي الضوء اللي خارج اللي انا بستخدمه عشان اشوف الاثنين في الحاله دي انا بتحرك في حته فالضوء اللي منعكس على ده المفروض ياخد زمن اقل عشان يوصل لي من مين؟ من الاخر بس خلي بالك سرعه الضوء ثابته في ده وفي ده صح؟ مش متغيرة، سرعة الضوء هنا هي سرعة الضوء هنا. فلازم ده ينعكس على الزمن اللي انت بتقيس بيه الراجل ده ومكانه. لأن السرعة اللي انت بتستخدمها لعملية القياس هي حاطة ايه؟ مسافة على زمن. اوكي؟ فلازم هتغير مفهومك للمسافة ومفهومك للايه؟ للزمن عشان تثبت فيه. لكن لما تحاول تقول انت ما كنتش محتاج تثبت دي. فبالتالي لو حدث لو شيء تاني حصل مش مشكله انت بقى اتحركت ما اتحركتش ده هيقعد فين في السرعه مش هيقعد فين في 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 المفهوم بتاع المسافه ومفهوم بتاع مين؟ الزمن. طيب فهو انا بتحرك هنجيب دي لو بوي شوت فيرست لو جاز يشوف ليفل نفس الكلام لو اتحرك في اتجاه الكاوجر هيشوف مين؟ الكاوجر اللي يشوف ايه؟ فيلم. ده معناه ان انت الفريم اللي انت بتتحرك فيه ها؟ بيكرر ايه؟ بيغير الديزيشن بتاع التايم وبتاع مين؟ السبيس. خلي بالك انك انك انت وانت ثابت كنت بتشوفهم بيضربوا الحاجه في نفس الوقت. بس لو اتحركت بقيت بشوفهم ايه؟ واحد بيعمل اكشن قبل الثاني. مفهوم الاليه هنا اتضرب كمان اللي كان كان يعتبر شيء مقدس عند نيوتن وجاليليو. عند نيوتن وجاليليو بيقول لك ايه لو حصل حاجه في الارض مثلا هتلف في نفس الوقت ولو انا على مجره اندروميدا هتصدم فين؟ في نفس الوقت برضه صح؟ مش حاطط في نفس الوقت لان الزمن ايه؟ مطلق. ماشي؟ في الحالة بتاعتكم دلوقتي لو انت عندها الاندروب ده بتلف مثلا بنفس بشكل معين بسرعة معينة حاجتين بيتحركوا في نفس الوقت اتعملوا في نفس الوقت طب ده حتى بينطبق على مين؟ لو اثنين اتفرقوا في نفس الوقت واحد ثاني هيصدروا ممكن عملية الميلاد دي تحصل في اوقات مختلفة بالنسبة لو وصلوا الاخر اتس اوكي ودي عملية حاجة اسمها توين بارادوكس وده عليه اثبات تجريبي يعني الكلام ده مش مجرد فلسفات فيزياء اوكي؟ يعني كويس بوسيبل فيزيائي انك تسبق واحد في العمر او تقل عنه في العمر كويس جدا مع انك انت وهو تبقى فين؟ في نفس اللحظه الزمنيه كويس بوسيبل وده اثبات تجريبي على مستوى الاليمنت الباقي اوكي؟ او على مستوى الثبات الاولي طيب فده معناه ايه؟ التايم يعني بيندر اون ذا ستيت اوف موشن اوف ذا اوبزرفر صح؟
الضغط. Even the occurred in the nature according to one observer can occur different times for other A observers. ماشي؟ Our perception of space time has to be changed. ده اللي عمله أينشتاين. Regardless of the power direction, observer always measures the speed of light to be the same value, speed of light maximum and the invariant possible speed will be one. The length of an object has decreased. And this speed increases clock, but by you run more slowly than the clocks at rest. ده معناه ان الزرع هيحطوا ايه؟ استطالة نتيجة الحركة. اوكي؟ ما هو بتعمل انت بتعمل انت كونتراكشن. ماشي يعني الفكره بتاعت دي سرعته. من ان انا عايز قولين ماكسويل محققه في كل ايه؟ زمان وكان في هذا الكون. ولو انك قابلت تثبيت سرعه الضوء ده دفعك انك انت هتغير مفهومك للجاليليو ترانسفورميشن او تحويلات جاليليو اللي احنا بنتكلم عليها في السرعات الاختلافها او السرعات النسبيه بتاعت جاليليو وفكرك برضه عن الزمان والمكان عند مين؟ عند مين؟ بالنسبة للنيوتن، النيوتن كان الاسبيس حاجة والتايم ايه؟
حاجه. بالنسبه لاينشتاين كومبليت ديفرنت كوز. بالنسبه لاينشتاين سبيس تايم تو ديفرنت اسبيكتس اوف ذا سيم ثينج. اينشتاين درايفر. اوكي اوكي بس عشان بس بيحطموا الحاجات الحاجات اللي انا اينشتاين دي اتعلمها الاستاذ التكليفيه لو قعدنا محاضرات مش هنغطيها. اوكي هنا بقى تكلفه انك انت قلت ان الزمن ايه؟ السبيد اوف لايت ايه؟ الكونستنت مش متغير. الزمن لازم يتعدل بالشكل ده. طبعا الحاجات دي عشان تبقى درايفر محتاج كالكوليشن سريع يعني. الزمن بتاع الاوبزرفر بيساوي تي برايم بيساوي كام؟ التي على جنب الواحد ناقص تي تربيع على تي تربيع. ده معناه ايه؟ كل ما تتحرك بسرعه دي التايم يحصل له ايه؟ يزيد. ماشي؟ طب اللينس بيزيد. يبقى الاسطوره بتاعت ان الارم والرصاص لو انا اتحركت في بي او ما اتحركتش في بي طوله مش هيتغير؟ لا دي غلط. الطول بتاعه هيتغير. ماشي؟ انت بتتحرك ايه؟ لو انت شايلها وانت بتكفي لا مش هيتغير. لكن لو واحد بيشوفكم انتوا الاثنين هيشوف بايه؟ ماشي؟ خلي بالك هنا القل هنا حقيقي مش مجرد يعني مش اوبزرفنج دي اندرستاند تاني. ماشي؟ انهي فيكتور؟ بس القيمة الثابتة عندك اللي هي ماينس تي تربيع زي الاكس تربيع. دي القيمة الثابتة لازم تبدل صغير في اي فريم وفر من الدفع. ماشي؟ طيب الكلام ده برضه انعكس على ايه؟ على الكفر. الام برايم بتساوي ام على 1 ماينس تي سكوير اوفر كام؟ تي سكوير. ده معناه انك انت برضه وانت بتتحرك بسرعه بي وحد بيعمل لك راس الكتله بتاعتك بتزيد. وده اللي قال طبعا العلاقه المشهوره اي بتساوي ام تي سكوير. الاستشاره دي بتتسبب طبعا بحاجه اسمها ايه؟ تايم دايليشن. يعني ايه تايم دايليشن؟ لو فرضت ان انت عندك توين اثنين توام اتولدوا مع بعض. انا طبعا كنت اتمنى ان يبقى في سبوره هنا عشان اديها لك بالورقه والقلم اشرحها لك. لو فرضت ان في توين اتولدوا مع بعض وفرضت ان في واحد قعد على الارض زي ما هو يعني ما بيعملش ايه؟ ما بيعملش سرعه ما بيعملوش بيع كويس بس ايه؟ قاعد على ايه؟ في الارض. الثاني اخوه عمل سرعه في السبيس خالص مثلا راح مجره ثانيه ورجع ثاني بعد ثلاث سنين مثلا كويس. دلوقتي اخوه الراجل اللي كان على الارض اللي بيتغير عليه ايه؟ الزمن الاكس بتاعته ما اتغيرش صح. اللي اتحرك في السبيس ورجع الاكس والزمن بتاعه ايه؟ بيتغير. من هنا الراجل ده على ما يروح ويرجع لو اتحرك بسرعه تقترب من سرعه الضوء هيرجع حرفيا اصغر من اخوه. اوكي؟ طب هل ده عليه اثبات تجريبي؟ نعم. على مستوى الالكتري باكتر. في حاجه اسمها اللايف تايم باكتر بتقيس الباكتر والديتيل الحاجات دي ضبط فولو اكزاكتلي تايم دايليشن. لو تعمل تسريع للباكتر يضطر تسرع الضوء. طبعا انت بتقدر تعمل ده على مستوى الباكتر يعني تقدر تسرع الكرة فعلا لمستوى صفر تعرف من سرعه الضوء وتشوف تاثيرات ازاي فعلا. لكن بالنسبه لنا احنا الموضوع بايه؟ اتس اولموست امبوسيبل باي اور تكنولوجي فيلنا. اوكي؟ ففعلا يعني المشهد ده مع ان المشهد ده كان عن تطبيق تاني من البيت اسمه جرافيشنال تايم دايليشن بس المشهد ده كويس بوست الفيكس انك انت تبقى مع بنتك بعد 50 سنه تبقى بنتك هي اكبر منك. اوكي؟ لا كويس بوست ده مش خيال علمي. ماشي؟ فالبيتشر دي عشان نلخصها اينشتاين بابلش فيرست بيبر اون ريسيرش ان 1901 first postulated the laws of physical state to all initial observers, second postulated the speed of light is the same to all initial observers. So the special relationship implies the following special relation between mass, momentum, and energy.
الانرجي ديت بتساوي المومنتم كميه الحركه زائد الفورس. ودي اللي بيطلع منها العلاقه المشهوره بتاعت ايه كويس كام؟ ام جي سكوير. واللي تم استخدامها فين؟ في صناعه الكهرباء ويعني وفروشيما ولا جزاك خير عشان على ذلك. ماشي؟ يعني الراجل ما قالش كلام ملوش اثبات، انت شفت اثباتاته واثباتاته الدمويه يعني. ده غير طبعا اثباتاته الجباره في الايه؟ في التكنولوجيا. بس طبعا الانسان لما حد يستخدم حاجات يستخدمها في الايه؟ في الحروب الاولانيه. اوكي موتيفيشن اوف جنرال سيريس هنا اللي عرف اينشتاين قال لك ان السرعه في الضوء اصلا ايه؟ السرعه فين؟ في الضوء. مفيش حاجه تقدر تتحرك بها ايه؟ باسرع ايه؟ من وبالنسبه لها عمليه الاوبزرفيشن بتتفاد ليها صح؟ وده اللي خلى التايم يحصل له ايه؟ دايليشن نتيجه سرعتك انت الخاصه بيك والانس يحصل له ايه؟ كونتراكشن. جميل؟ السؤال هنا دلوقتي السؤال هنا بس ده بيتعارض بالكامل مع نظريه نيوتن الجاذبيه. ايه نظريه نيوتن الجاذبيه؟ نيوتن كان فاهم الجاذبيه ازاي؟ لما التفاحه وقعت عليه فاكرين؟ طبعا ما كانهاش. الراجل قاعد يفكر فيها طب وقعت ليه وعمل نظريه جريئه يعني. النظريه دي بتقول ايه؟ لو عندك كتله وكتله اخرى ويفصل ما بينهم مسافه ار لازم تتولد ما بينهم قوه اسمها قوه جاذبيه. القوة الجاذبية دي قوة آلية. فاهمين يعني آلية؟ يعني قوة إيه؟ تلتقط في اللازم. المعادلة اللي أنت شايف فيها إيه زمان؟ شايف الاعتماد ده بتاع مين؟ على الأرض. كتلتين ما بينهم أرض. ده معناه إن الزمن إيه؟ هاز مرور. ده معناه إيه؟ إن الجاذبية تلتقط إيه؟ آلية. بس ده معناه حاجة غريب. ده بيتعارض مع المادة الأساسية مين؟ الدقة ان اقصى سرعه في الضوء السرعه دي الضوء. يعني لو فرضنا مثال هنقول دلوقتي بالبيتش المثال مثلا ده اوكي انا محتاج باور من الكمبيوتر يا اينشتاين فرض النسبيه الخاصه بتاعته. بص يا جماعه الحاجات دي الناس فعلا قعدت جهد كتير يعني ان انا مش ما بفكرش كده عايز معلومات كده. المبدا ده ان اينشتاين اشتغل قعد عليه حرفيا 10 سنين. من 1905 ل 1915. بيفكر ازاي يثبت معادله واحده. They do a lot of work. يعني اللي انت شايف من التكنولوجي من حاجات كتير جدا فعلا الناس دي دول فعلا اسمهم حق اجداد التاريخ البشري. واي حاجه احنا عايشين فيها مثلا خير افكار. اوكي؟ اللي حصل هنا الكونفليكت اللي فيه سبيشال اتكلم في الفيديوهين اللي فاتوا. اينشتاين لما ادرك ان في تعارض كامل ما بين النسبيه الخاصه اللي عملها في 1905 وبين حد عظيم زي نيوتن. واللي كان اولموست اللي كان في زي بيقولوا ايه؟ وي اولموست فينش ايه؟ احنا خلصنا يا جماعه. التعارض هنا ان الجرافيتي ترانسميت ايه؟ صوت نفسه. اليه. اكوردنج الفهم مين؟ ومش كده وبس ده نيوتن نجح بالفهم ده انه يفسر حركه ايه؟ الارض مش حركه الكواكب الجامعات وحركه الاجسام على ايه؟ الارض. الراجل ابلغ القانون اليونيفرسال. القانون اللي ايه؟ بيربط كل ابعاد الكون بقى بعضها ببعض. دي اندرستاند. فانت دلوقتي بتطعن يعني عملنا قانون بس القانون ده ابيرنتلي بيست اون رونج ايديا. هنا تاني النظريات الفيزيائيه عموما اسمها نظريات لوكال. يعني ايه نظريات لوكال؟ بتقطع باوندري كونديشن للتطبيق او انيشال كونديشن للتطبيق.
مش معناها انك انت وصلت القانون يبقى وصلت للحقيقه الايه؟ المطلقه. العلم نفسه عشان يتطور دايما مبني على ايه؟ الشك. اوكي؟ لولا ان اينشتاين شك في قوانين نيوتن ما كانش ايه؟ اتطورت النظريه اعمق منها اللي هي النظريه الازاي العامه اللي بنتكلم عنها دلوقتي. اوكي؟ احضر هنا الفيديو ده بيقول ايه؟ فرضا لو الشك اختفى انا هحس بضوءها بيختفي عندي بعد قد ايه؟ 8 دقايق، الضوء بياخد 8 دقايق. طيب حسيت مضاري امتى؟ في نفس اللحظه ولا بعد 8 دقايق؟ ها؟ في نفس اللحظه، لان قوانين نيوتن بتقول ايه؟ ام 1 ام 2 على راس تربيع، لو شلت ام منهم مفيش قانون. فالارض هتزيد ايه؟ مضارها. فده تعارض ما بين مين ومين؟ الكهرباء المصريه اللي بتجيلي 8 دقايق والجاذبيه اللي بشعر بيها ايه؟ اهليه. فده خلى اينشتاين يفترض، طب ليه ما افترضش ان الاثنين بيحصل له ريبل هو كمان بياخد 8 دقايق ريبلينج؟ الريبل ده بياخد 8 دقايق على وسط الارض ويروح شايلها منين؟ شايلها من بره المدار. انتوا في حد كده اللي بيمسك ملايه كده وبيقعد لما بتفوتها بيحصل ايه الحاجه اللي عليها؟ بتسيب مكانها. فكره اينشتاين بس دي نسبية عامة. بس هنا تكلفة ان الزمان والمكان ما بقاش ايه؟ ما بقاش فلات. ده بقى كده. ايه هو الزمان والمكان؟ الزمان والمكان. ده ولا حاجة، ده فاكر بس كده. ماشي؟ طب الكلام ده عليه؟ طب ده التدريبية أفضل تطبيق تدريبي عليه الموبايل اللي أنت ماسكه في جي بي إس. لو النسبية العامة غلط الجي بي اس ده أحد تطبيقات النسبية العامة. ده أبسط إيه؟ أبسط تطبيق لمين؟ النسبية العامة. أوكي؟ فأنت شايف في جيبك تطبيق من تطبيقات النسبية العامة. أوكي؟ فالسبيس تايم كده. طبعا الفكرة ديت يعني إيه السبيس تايم بيحصل له إيه؟ طبعا كلكم أعتقد معظمكم سمع عن إيه؟ عن اكتشاف الجرافيتيشن ويف. ان في تو بلاك هولز حصل لهم كولايدنج واحنا قدرنا نرصد احنا قدرنا فعلا نرصد الكونتراكشن لللينز او الريدنج بتاع الايه؟ السبيس تايم والجرافيشنال تايم دايليشن في اللايف اكسبيرمنت. اترصد والقيمه الابتدائيه كانت 5.6 سنه. دي القيمه كبيره جدا. يعني ما ينفعش تطعم فيها. اوكي؟ بالشكل التجريبي. اوكي؟ طيب بس دلوقتي الزمان والمكان اصبح كده ما بيصبحش فلات. هل لازال الفرضيه بتاعت اينشتاين ان قوانين الفكر صالحه في كل زمان ومكان ما زالت ثابته؟ نعم. ما ده بقى فلات يا عم، ما ده بقى كده ما بقاش فلات. بس فعشان كده هستخدم حاجه اسمها الديفرنشال جيومتري والتنسر. دي حاجات كده في الماثماتكس بتبقى متعبره قوي يعني عشان تتعلمها في السمستر عشان تقدر تفهم ايه؟ تقدر بس تخش في حسابات جوه او تقدر تفهم اينشتاين حسب ازاي؟ اوكي؟ فانتوا المهتمين انا ليا محاضرات على اليوتيوب في النسبيه العامه في فتره في السوري بس في النسبيه العامه دي بشرح فيها. ما هو المحاضره دي كانت مراجعه للنسبيه الخاصه وما اتسجلتش. لا لا هي بقى النسبيه العامه فعلا بدات محاضرتنا. ماشي؟ بالنسبه للكوفالنت هيلينج ار اول اوف ديفر اوف ديفر ستيل لوز اوف فيزكس. لوز اوف فيزكس كان ليك في بيزنس تيرمز اوف ايه؟ تيرمز. التيرمز ده مصطلح رياضي كده مستعبر شويه. انك عارفين الماتريكس بيبقى ليها كام بعد؟ بعدين. طب لو فرض بقى عندك كميات فيزيائيه ليها ثلاث ابعاد فبتبقى ماتريكس كام؟ 3 دايمنشن صح؟ طب لو عندك كميات فيزيائيه ليها اربع ابعاد 4 دايمنشن. مش اربع ابعاد، مش قصدي هنا اربع ابعاد في الابعاد الزمنيه والمكانيه. اربع يعني اربعه كومبوننتس اندبندنت عن بعض. ماشي؟ ليها خمس ابعاد مثلا او خمس كومبوننتس اندبندنت عن بعض. بتعمل لك ماتريكس ايه؟ خمسيه الابعاد. مهما تتخيلها دي مش هينفع تتخيلها اساسا. انت بس عشان كده لازم تتعلم شكل رياضي معين عشان تقدر تحسب الحسابات دي. اوكي؟ ماشي. جميل. الريتريستيك سبيس تايم بقى ده كان مفهوم اينشتاين عنه
ان جنرال بوتر كارد ده في اللي هو وايت بارتكل ترافل بقى شرط انطباق السبتايل كيرف باي ماس. هنا بقى النقطه، انت عارف ان اقصر مسافه بالاوبتين هي ايه؟ هل في كيرف السبتايل اقصر مسافه بالاوبتين هي ايه؟ مش شرط تكون خط مستقيم. مش هتلاقي الجيوديك بقى في الحاله دي. اوكي؟ الجيوديك ده مصطلح جيومتريك يعني، يعني مش شرط ايه؟ يعني برضه القضيه بتاعت اللي اقصى مسافه من الخط المستقيم بتاعتي برضه دي طلعت ايه؟ مثل او طلعت اسطوره يعني. ده مش دايما الطبيعه بتقول كده. وبرضه حاجه برضه هقولها دلوقتي وحاجه برضه بتاعت التجريبيه. البيت تايم بالظبط اللي هو في الشيت ده كان دي ده. طب ايه مكتوب عن كده؟ لو انت عندك حاجه تقيله بيحصل تفكشن لمين؟ البيت تايم ده حمرا. ماشي؟ ده طبعا لو انت عندك هيمي بلانت كلمه يبقى لو انت قبل ما يبقى عندك ماس السبيس تايم ايه؟ ده ولا حاجه، ده ايه؟ ولا حاجه حاطين. الولا حاجه دي الولا حاجه دي بيحصل لها كونفكشن لما يبقى عندك هيمي بلانت. ماشي؟ اوكي؟ فانت لو بتحاول بعيد عن الاطار بتاع الماس ده هتحرك لكن لو اتحرك بالفولو منه هتحرك في كيرف ايه؟ باك جراوند في اطار منحني. ده طبعا الجيوتيك كيرف سبيس تايم في فلات سبيس ايه اصلا مسافه من نقطتين؟ الخط المستقيم. في كيرف سبيس تايم ناخد مثلا مثال في السفير مع ان دي اساسا مش موجوده في الاسبان العام. ماشي؟ بس يعني كمثال تقريبي احنا بنستخدم في الاسبان العام حاجه اسمها الريمانيان جيومتري. ودي ما ينفعش تمثلها حتى بالكيرفات او بالرسومات. بتمثلها بحاجه اسمها ديفرنشال جيومتري. ماشي؟ دي هنا اكثر قسم من على الكره ايه؟ خط منحنى، اوكي؟ ده طبعا لو انت عندك لو ما تستار بيحصل كيرفتشر ايه؟ بشكل معين. لو عندك حاجه زي هاي مات يمكن تستار الكيرفتشر ده بيبقى عليك كده. اوكي؟ فبناء على ده دلوقتي اينشتاين ادرك الجاذبيه او ادرك الكلام دي بتاعت الكون كله انها ايه؟ كونفكشن فين؟ في السبيس والتايم. يعني ايه كونفكشن في السبيس والتايم؟ يعني لو رحت كونفكشن فين؟ التايم بتاعك هيحصل له ايه؟ دايليشن ها؟ والسبيس والنسبة بتاعك هيحصل له ايه؟ مفهوم؟ طب الكونفكشن المعادله دي بمثلها بمعادله، المعادله دي عشان تتفك يعني تتفك بحوالي 16 معادله اللي شايفينها دي. هو رابط حاجتين ببعض، الحاجه دي اسمها انرجي مومنتم تنسور. ده معناه يعني لو عندك كتله الجهه اليمين دي اسمه انرجي مومنتم تنسور، يعني لو عندك كتله لو عندك طاقه لو عندك كميه حركه لازم على الجهه الاخرى تولد لك ايه؟ جيومتري. تولد لك ايه؟ جيومتري. الجيومتري دي بتمثل بالكميات الار اي جي كي والار جي اي تي واللامدا جي اي تي. اوكي؟ فري فور فين؟ فكره بتاعتك. تقدر تقول يعني حركه حره بس على كيرف الباك جراوند. وفقا لما يسمح لك به هذه كلمه الباك جراوند. يعني انت مش مالكش يعني الكلمه الباك جراوند مديلك مسارات محدده تمشي عليها، دي بنسميها الجوليك. اوكي؟ ده المقر الوحيد المسموح لك. ما ينفعش مثلا تعمل فيه زي ايه؟ فورم كده وتمشي، ما ينفعش الكلام ده. في مسارات محدده تمشي عليها. بنسمي ده في الفيزكس حاجه زي الفري فورم. ان السبيس تايم هو اللي ايه؟ هو اللي واخدك في اتجاه معدل وفقا للكونفكشن بتاعه. اوكي؟ خلي بالك بقى ان المعادله دي مبنيه على اساس ايه؟ ان القوانين الفيزياء صالحه في كل زمان وايه؟ ومكان. فبالتالي الايكويشن دي كقانون فيزياء شوف انت هتشتغل على ايه؟ بوينت ان سبيس تايم. اذروايز خلال ذلك طب لو جيت حلتها وطلع لك منها حلول
عندها تنهار الفدية. في الحالة دي بنقول إن عندنا حاجة اسمها إيه؟ فيزيكال سنجولاريتي. ليه؟ لأن نتائج النظرية والتعارض مع المبدأ الأساسي إيه؟ إن البلد دي البناء الأساسي للنظرية إيه؟ إن الكوانتم صاحب إيه؟ في كل زمان ومكان. معنى إنك تستنتج المبدأ ده قانون، القانون ده لما تيجي تحله عند نقاط محددة يفشل، معناه إيه؟ النتيجة تعارضت مع إيه؟ مع فرض الأساس. دي كويس سيريس بروبلم إن جنرال سيريوتراكتي. بتكون لك حاجه زي البيت باك سيمبولات البدايه بتاعت تكون نفسها منطقي او بمعنى اصح ينتشر عندها ايه؟ القانون في البدايه. البلاك هول الثقب الاسفل عنده ايه؟ بتتكون في حاجه اسمها بلاك هول سيمبولات. فدي تعتبر مش مع ان البلاك هول والبيت بانك تغير من النسبيه الا ان النسبيه نفسها بتقول لك انا بفشل عند نقاط معينه. ده وكمان ايه؟ ده مش بتطلع لك نقاط بس، ده ساعات بتطلع لك حاجه اسمها بلاك رينج سنجولاريتي او رينج سنجولاريتي. يعني كده تلاقي منطقه كلها مش نقطه، منطقه ممكن كلها تنهار. اوكي؟ اسمها رينج ايه؟ سنجولاريتي. دي طبعا بتطلع لك حاجات من خلود ايه ازاي؟ طب قبل ما نخش في المشاكل دي، هل الكلام اللي قاله اينشتاين ده تستفايد يعني تم اختباره وتم التاكد من صحتها غالبيا؟ نعم. عندك حاجه اسمها جرافيشنال لايف بيلدنج، وده طبعا اللي اكتشفها مين؟ الفلكي الانجليزي العملاق اليسون 22. اوكي؟ ده تم قياسه تدريبيا. تفسير حركه العقارات كان اساسا قوانين نيوتن كانت عاجزه عن ده، كانت تقدر تكسر كل معظم حركه الكواكب الا حركه العقارات. ليه بقى؟ هنقول دلوقتي برضه اتشبهت بحاجه جميله جدا اسمها جرافيشنال ريد شيفت. ماشي؟ برضه اتنبهت بحاجه اسمها الشرير ديلي والجرافيتي بروبي. اوكي؟ دي كلها اختبارات ايه؟ واخر حاجه حضرتك عارفينها اسمها ايه؟ جرافيتيشنال ويز اللي تم اكتشافها تاني. هنا الجرافيتي بيت لايت احنا بنقول دلوقتي ان انت لو بتتحرك على كيرف الباك جراوند انت تمسك كل ابتدائي لان الضوء يتمسك في خطوط ايه؟ مستقيم صح؟ طيب انا دلوقتي لو ماشي لو الضوء ماشي في الفراغ وماشي بعيد عن مجره بس في مجره وحواليها فاضي خالص. الضوء ده هيمشي في خط مستقيم ولا هينحني؟ وفي الانسبال عامه لازم ايه؟ لازم يحصل له انحناء. لانه ماشي في كيرف ايه؟ في كيرف الباك جراوند. هل ده تم قياس؟ ده تم قياس تدريبيا فعلا. وكانت الزاويه اللي انت منها دي 1.75 اكتر اتقاس. اوكي؟ عشان تتخيلوا الكلام دوت يعني حاجه شبه اللي عملها ايدنسون اللي هنا اشتغل. شايفين الفيديو ده؟ شايفين؟ هنا ضوء جاي منين؟ من نجم مستخبي ورا ايه؟ كلاستر. كلاستر ايه يعني مجره ولا كده؟ الدور يخلوا ايه؟ يعني عن طريق الامكانيه دي تقدر من الارض تشوف حاجات ورا مجرات. لان الضوء جاي ايه؟ لكن لو ما كانش خط مستقيم ولا تعرف عنه حاجه. اوكي؟ ده اسمها جرافيشنال ليزنج. دي تم كشفها ايه؟ تجريبيا. والتفسير الوحيد ليها ان السيت بتاعك بيحصل له ايه؟ كيرف الشر. اوكي؟ بيحصل له بيت او بينحني. هو لا بتقول ازاي؟ النظريه الجنراتيف ازاي بيحصل الكيرف الشر ده؟ تقدر تقول تقدر تقول ان في عمليه ربط ما بين الانرجي مومنتم تنسور ده في الاستراكشر بتاع النسبيه العامه لو تقدر تعرف حضراتي هتلاقي فعلا ان في رابطه لازم تلاقيها بين الاثنين. وهي كمان على مبدا فلسفي جميل كان لواحد اسمه ماخ قبل اينشتاين. اينشتاين لجأ له عشان يقدر يعمل الرابطه دي. ماخ دوت عمل فلسفه بطولات فلسفه نيوتن في فهم الكون. انك انت لو جبت مثلا كوب من الميه والكوب دوت لفيته
بيحصل ايه للسطح الميه؟ بيحصل له كونفكشن. ماشي؟ جميل. اكوردنج لنيوتن لو عملت نفس الافكت، لو لفيت اليونيفيرس وسبت كوب الميه ثابت، هيحصل كونفكشن؟ بشكل صحيح خالص. لا، موقع قال لك لا هيحصل. بس ده بشكل مختلف. ليه؟ قال لان لو شفت كل حاجه تبقى نسبيه. ما هو انت لو حركت اليونيفيرس كله وثبت كوب الميه، هو نفس الافكت لما تحرك ايه؟ كوب الميه وايه؟ طيب انت استغليت على الحركه من ايه؟ من الكونفكشن بتاع مين؟ بتاع الصدر. طب لو ما كانش في صدر اساسي هتستدل على التوافق ده؟ هيبقى في طريقه للاستدلال عليه؟ لو ما كانش فيه ما، لو ما كانش فيه فورمولا لحصول الكونفكشن، هتقدر تستدل على يعني صحه مبدا مصر من عدمه او كلام نيوتن من عدمه؟ مفيش طريقه. فمخرج من هنا قال لك عشان تستدل على اللي انا بقوله صح، هعمل هقول ايه؟ ان الجيومتري او لو في ماس يبقى لازم يبقى في جيومتري. لو مفيش ماس يبقى في جيومتري. الكلام ده اترجم بشكل قانون في البلعه. السبب في فهم نيوتن ان مصر عمل فكره مخالفه لفهم نيوتن عن الكون. فهم فرانكلين كان فهم الكون ده ايه؟ مطلق. مهما بدله كذا مش هيأثر لك على ايه؟ حركه الجسم اللي جواه. انما مصر قال لك لا، حركتك انت جوه ينفع ولا لا، حركه الكون كله وانت ثابت. مفهوم؟ بس هو في الواقع انت ما عندكش ستودي، عندك انت شغال في 3 دي بلس 1. لا مش مفيش جاذبيه. الجاذبيه هنا كومبليكس ديسكرايبد اند جيومتري. ذاتس اول. ده الرياليزيشن بتاع اينشتاين ان هو ادرك الجرافيتي از ان انفورميشن في سبيس تايم. ذاتس اول. مفهوم الجاذبية هنا يعني مش بالمعنى المطلق بتاع ايزوب التمام. هي مش قوة وفلتشة، لا مش قوة وفلتشة، ده جيومتري ليترلي انتاير. ما هو ده بقى عشان تقدر تتوقع. ما برنسبل ده تم استخدامه كموتيفيشن لاينشتاين عشان يحط القاعدة دي. وبعد كده لما تيجي تخش في الديفرنشال جيومتري هتلاقي انك فعلا لازم تحط الفيديو طوعك. ان لانك بتلاقي الكوفاريان دريفت في التينيو يوم بتساوي اكزاكتلي الكوفاريان دريفت لمين؟ للارض يوم. فبالتالي الفيديو لازم يطوعك. ماشي؟ من اختبار التكليف. ما هو من ده مؤخرا كان فيلسوف. ده فكره فلسفيه. ماشي؟ الحاجه الثانيه اللي هي تفسير حركه ايه؟ تفسير حركه مطار. حركه مطار كانت بالنسبه لنا مشكله في قوانين احنا مش عارفين نفهمها. ايه اللي هي؟ انك انت كانوا بيوصلوا المطار ده بالذات لانه كان قريب الشمس، فبالتالي كانت الحركه دي ظهرت جدا. ان مره يلف حوالين الشمس كده ومره يلف كده ومره يلف كده، طبعا لفرق زمن كبير يعني. واخدين بالنا؟ بقى صح بيحصل ايه؟ حاجه بالبريسيشن للايه؟ الاوربت. او الاوربت نفسه بيسافر مع مين؟ كل فتره زمنيه او بيتغير كل فتره زمنيه. طبعا قوانين نيوتن مستحيل تفسرها. طبعا اللي بقصد بيها قوانين كيبلر، يعني قوانين كيبلر المبنيه على فهم نيوتن الايه؟ الفيزيكس. مستحيل انها تفسر ده خالص. ده بالنسبه للعامه تنبأت اكزاكتلي باللي بيحصل في حركه فضاء. اوكي؟ زائد تنبؤها بايه؟ باللايت ايه؟ بندنج او انحناء الضوء اللي فات تجريبيا.
زي الكاسيشن ويف اللي انت بتسمعها وحاجات كتير جدا. كده القضيه بقى ان الجزيرة عامة فصلت حاجات كتير بس مش لقيت لك حاجه مهمه جدا في سلسله اسمها البلاك هول. ايه البلاك هول؟ ده حد ده شكل السبيس تايم شايفه؟ ده شكل ولا حاجه لما يبقى عندك كله. يعني مبقاش ايه؟ مبقاش دي كيو ودي اكس ودي واي ودي زد. بقى شكله مقعر بالشكل ده. ده بيسموه شوارشايلد سوليوشن لاينشتاين فيت ايكويشن. يعني الحل بتاع شوارشايلد ايه؟ لمعادلات ايه؟ اينشتاين اللي احنا كتبناها ديت اللي عباره عن ايه؟ نجم مدة فلوس في ناحيه ونجم مدة في ناحيه. ماشي؟ خلي بالك هنا ان العلاقه دي ينفع تكتبها وينفع تبقى صالحة عند ارض الثاني 2 جي ام ولا ما ينفعش؟ يعني عند ارض تي سكوير بتساوي 2 جي ام هيحصل ايه في الحته ده؟ هينهار. ده معناه ان السبيس تايم نفسه ايه؟ السبيس تايم نفسه بينهار. مفيش قوانين كده. مع ان 2 جي ام دي قيمه ايه؟ قيمه فيزيائيه. انت عندي 2 جي ام بس يعني حظنا ان احنا قدرنا نعالج المشكله دي وسميناها كوردينيت سنجولاريتي. طب حط ارض الثاني وصف كده الزبط نفسه بيحصل له ايه؟ كلها بينهار برضه. دي بقى ما بينفعش تتعالج خالص بنسميها فيزيكال ايه؟ فيزيكال سنجولاريتي او متسلسل فيزيائي. المنطقه اللي هي على 2 جي ام دي بسميها الايفنت هورايزون بتاع البلاك هول. بمعنى اصح قبل ما تخشها ينفع ترجع على التاني. اول ما بتخشها ذير از نو واي تو جيت باك لانك عشان تخرج محتاج تتحرك بسرعه اكتر من سرعه الضوء. وده غير ممكن بايه؟ بالنسبه لايه؟ بالنسبه للخطر ان لا يجوز ايه؟ ان يحصل لك انتشار بعد بسرعه اكتر من سرعه ايه؟ الضوء. فلو تجاوبت 2 جي ام ات از ويل واي. ماشي؟ هنا البريدكشن بقى بتاعت الجنرال بيبس بلاك هول. بلاك هول ريبريزنت ذا فاينل فيكتوري اوف جرافيتي ستار مور ماسيف ذان ا باور. ده بقى يعني تصنيفات البلاك هول في تاريخ الكون. يعني لو عندك ستار مور ذان اباوت 18 ام صن يعني كتله الشمس ليف بيهايند ذا هول لارجر ذان 3 ام صن. الانترنت ديجنسي بريشر كيل بعد كده ده مراحل التكون. بعد كده نقطه كانت ستوب اكس جرافيشنال كلها وكون كولابس تور سنجولاريتي عند الزيرو ريديوس والانفينيت ريديوس. نيرف سنجولاريتي جرافيتي از سترونج بس نو ايفن لايت كان فيه وده اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي. ماشي؟ دي برضه المراحل اهي ده تدخل وايلد وار يعني ستار عادي بيتحول وايلد وار بعد ما بيتحول وايلد وار يعني الجرافيتي بتقدر تاثر عليه تاثر عليه بتحول نيوتر ستار في داخل بايه؟ بيتشكل كايه؟ كبلاك هول. ودي سوليوشن وعليها اثبات ايه؟ تجريبيه. يعني بلاك هول مش مجرد حاجه احنا شفناها او تنبأنا بها نظريا. احد التجريبيه عليها ايه؟ تجربه مايكل اللي كانت الشهر اللي فات. دي كانت رد التصادم تو بلاك هولز مع بعض. ده تنبؤ للنسبيه العامه. ماشي؟ هنا البلاك هول البلاك بيكون جرافيتي از سترونج. طب سميناه بلاك هول ليه؟ لان حتى اللايت ما بيعرفش يخرج منه. ماشي؟ طيب السبيد سكيل هنا لما تيجي تحسب 2 جي ام على الارض بتلاقي ان السرعه دي اكبر من سرعه الايه؟ محتاج اكبر من سرعه عشان تقدر تعمل ايه؟ سكيل. اوكي. طبعا احنا بنمثل هنا السكيل دوت بحالات مختلفه يعني كانت مثلا سرعه السكيل بتاعتها قد ايه؟ 11 كيلو فين؟ في الفن عشان تقدر تهرب منين؟ من الارض تخرج من مجال الازاي بتاعتها. طب الطن محتاج كام؟ 614 كيلو متر على ايه؟ على الثانيه. الوايت وورك محتاج 5000 كيلو متر على الثانية عشان تهرب من الجاذبية بتاعته. النيوترون ستار محتاج 250,000 كيلو متر على الثانية. البلاك هول محتاج سرعة الضوء نفسها. ماشي؟ فده خلينا نقول او نقول مصطلح اسمه ايفنت ايه؟ هورايزون. افق الحدث، يعني افق الحدث؟ ده الافق اللي بعد ما تقدرش تجيب ايه؟ ما تعرفش حاجه خالص. ما تعرفش ايه؟ There is no information. Nothing. الشرشان اللي قلت لها مارك ايفنت هورايزن
surrounding the black hole singularity. It is occurring in size are invisible to the outside universe. Anything closer to the singularity can never reach the black hole. Living to rise horizon height from the outside universe, point of no return for objects falling into black holes. Okay? فلو انت تخيل مثلا ده كل ده زي سفير جواه سنجولارتي على درجه التوصل الريجن بتاعه بيساوي كام 2 جي ام ده ايه؟ الايه بتاعه لو انت دخلت جواه سفير ده مستحيل ايه؟ تخرج منه. الجمال هنا بقى لما جينا حللنا الحلول بتاعت البلاك هول طلع لك بقى اليونيفرس بس البلاك اليونيفرس دوت كوزوال ديسكونكتد يعني انت عشان تقدر توصل له بص انت دلوقتي ده اليونيفرس بتاعك ماشي؟ وده الايه؟ البلاك هول. بس لما نيجي نحل حلول نتكلم عنها بيطلع لنا بقى اليونيفرس بتاعها بالظبط. اوكي؟ هنا انت عشان تخش البلاك هول هل في طريقه تخرج منه؟ بالنسبه لي عمل عشان تخرج تتحرك بسرعه من مسطته فمالكش طريقه غير انك تروح ناحيه ايه؟ ناحيه السنجولاريتي او بتساوي كام؟ ار بتساوي صفر. خلي بالك ان البلد اللي فزت ده برضه من الفيوتشر بتاعه مين؟ الفيوتشر بتاعه بلاك هول برضه صح؟ لو دخل بلاك هول هل في طريقه يجي لنا؟ هل في طريقه يتبع البلد اللي فزت ده لو دخل بلاك هول هل في طريقه ان هو يجي لك ثاني؟ عشان يجي لك ثاني تتحرك بسرعه فين؟ بس انا بسمي اليونيفرس ده والبلد اليونيفرس ده كوزوالي ديسكونكتد يعني مفيش سببيه عليه they might exist physically but there is no way to communicate ماشي؟ عشان لان انت ما بتمشيش عشان يحصل لازم يحصل بسرعه اكبر من ايه؟ من سرعه الضوء. هتقول لي طب اخد يا عم خط من في النص هنا، لا ده مش ممكن. لو خدت خط من النص كده الخط ده او الجيوستيك ده لازم تتحرك بسرعه اكبر من سرعه الايه؟ الضوء. ف الوصله الوحيده هي عن طريق البلاك هول. لا مش ممكن. تجريبيا لحد دلوقتي لا. اوكي؟ فا فبيزيكلي يو كان جنريت باري يونيفرس. ماشي؟ يو كان ايه؟ جنريت باري يونيفرس. خلاص ماشي. خلاص يبقى المره هكمل بعدها بقى بعد في بعد البريك قضيه الاكسترا دايمنشن وقضيه القوانتم ميكانكس. أشكركم لحسن الصحة. كنت توقفنا عن القضية بتاعت البلاك هول، لو أنت دخلت البلاك هول ده ينفع ترجع منه، وإن فعلاً النسبية العامة اللي هي النظرية الكلاسيكية فيها سوليوشن لبارد اليونيفرس فيزيكال دي اندرستاند فاهمين بس المشكله ان الفيوتشر بتاعنا والفيوتشر بتاع بارد اليونيفرس مشترك هو مين؟ هو البلاك هول ومفيش طريقه اقدر اخد منها العلامات عن مين؟ من البلاك هول ماشي كذلك في سوليوشن دخل بالنسبه لي اسمها الوايت هول اوكي الوايت هول ده اليونيفرس بتاعنا هو هو الفيوتشر بتاعه ماشي؟ طب هنا طب فرضا لو انت وقعت جوه البلاك هول بقى بقول لي احنا كلنا شفنا انترستيلر وشفنا راجل دخل جوه البلاك هول ومش عارف يعني ودخل وشاف اكسترا دايمنشنز وحاجات غريبه كده. كلاسيكالي بشكل كلاسيكي لو انت دخلت جوه البلاك هول بتتعرض لحاجه اسمها تايم فورس. دي قوه بتتولد من النسبيه الايه؟ من النسبيه العامه. القوة دي بتقول ايه بقى؟ هتخش كده تبقى زي الاسباجيتي بالظبط. قوة هتأثر عليك من جميع الاتجاهات. اكزاكتلي الاسباجيتي بوكس. ماشي؟ يور شولدر ويل بي سكويزد كلوزر توجيذر يعني الجاذبية هنا هتأثر عليك بشكل عنيف حتى على الشولدر بتاعتك. ماشي؟ كلوزر تو از يو فيل كلوزر تو سنتر اوف ذا بلاك هول. التايم ستريس سكويزنج اوف اني ثينج فولينج انتو بلاك هول از فورغوتن ان هوليود مود يعني كل اللي في هوليود مود ما تجيبش الاثر ده تجيب لك ان الناس بتخش عادي وتخرج عادي مش مشكله بس في الواقع كلاسيكال بشكل كلاسيكي ات ويل نوت بي ا ويل اكسبيرينس ات اول
ماشي؟ نعم؟ لا هيموت ده الجذبية مأثرة عليه من جميع الجهات ويعني خلاص مفيش ماشي؟ طيب بالنسبة بقى للنام فرضا ان احنا كنا محظوظين مثلا وفي بلاك هول على بعد مثلا سفر من الارض 4 سنين يعني نقدر كده بسفينة فضاء نروح 4 سنين ونرجع يعني لو رحت 4 سنين ورجعت في 4 سنين كام؟ وقعدت في الكتاب وكام ساعة؟ حرفيا لو دخلت الاطار بس ما دخلتش ولا بلاك هول يعني رحت بالقرب لقيت التوارث بس ما دخلتش ماشي؟ وقعدت مثلا ساعة كام ساعة بس بوقتك على مين؟ بالقرب بلاك هول القرب بالعلاقة دي اللي هي مستنتجة برضه بالنسبة العامة اللي هي الترانزيشنال تايم دايليشن حرفيا زمنك هيختلف عن الزمن الارضي بسنين اوكي وده برضه عايز يثبت تثبيت ماشي يرجع عادي ما دام ما دخلتش ليه الطرد اللي ينفع ترجع عادي بس تبقى فين في مجال الجاذبيه العنيف بتاع مين؟ بتاع بلاك هول تبقى بتقول له لو قعدت كام اور بالزمن الخاص بيك ده ممكن يكون يكورسبوند للسنين بالنسبه لك لا معلش اثبات تثبيت زي الاجنت سوليوشن برضه زي الورم هولز في حاجه برضه في النسبيه العامه سوليوشن بتطلع معانا اسمها الورم هولز دي برضه سوليوشن فيزيكال بتطلع في النظريه بس معلش اثبات تجديد الورم هولز بقى قضيتها ايه انها بتعمل زي ايه؟ يعني مثلا مسافه تقدر تقطعها مثلا بممرات هي بتعمل لك حاجه زي شورت كات دي مثلا شورت كات مثلا بالميترز اوكي؟ او بالكيلومتر فالجرافيشنال تايم دايليشن ده هاز اكسبيرمنتال ايفيدنس اند وي نو فبالتالي اللي بيحصل تايم دايليشن ده بقى كان الايفكت اللي كان فعلا اتناقش بجديه في الانترستيلر ان هو لما راح وقعد على كوكب الكور من بلاك هول رجعوا لقوا منهم انه ايه؟ اللي كان مستنيهم في السبيشن مروا عليه 20 سنه مع انهم قعدوا كام ساعه يعني فيو اور الكالكوليشن دي فعلا حقيقيه. يعني ده ساي فاي. المشهد ده بالذات ما كانش ساي فاي. اوكي؟ فالقضيه بيحصل كلام ده اسمه تايم دايليشن لو دخلت فعلا في ستروك اللي انت شايف فيه. ده نتيجه لمين؟ للكالكوليشن العريض بتاع مين؟ الاسبيس والايه؟ والتايم. اول ما يحصل كالكوليشن يبقى التايم بيحصل له دايليشن بشكل عنيف وهم والاسبيس الحر برضه كالكوليشن بشكل ايه؟ بشكل عنيف. فده بيفرق ساعتك عن ساعتي المرجعيه اللي انت بتجي منها. فده ممكن يعمل فرق من كبير. ماشي؟ وده ما قلنا ده ستاي فاي ده فيزكس وعليه اثبات تجريبيه. ماشي؟ طيب فين ذا انفيزبل؟ كوتشا السؤال ده دلوقتي اعتقد كلكم يعني درستوا بين الفيزكس وحاجه اسمها السلم والتجارات العربيه. الديناميكا الحراريه كلكم تعرفوا عنها ولا ما تسمعوش عنها؟ جميل هنا النقطة سيكس ذا كويشن اف نو لايت جيتس اوت اوف بلاك هول هاو كان وي ايفر هوب تو فايند ون ارثر لوك فور ذا افكت اوف ذا جرافيتي اون نير باي اوبجكت زي لايجو لايجو هل احنا شفنا البلاك هولز اللي بيعملوا كوليجن ولا شفنا اثرهم بتاع الجرافيتيشنال ويفز؟ الاثر ماشي؟ For example, the search for the black hole in binary star system, a star orbiting around an unseen massive core, companion X-rays emitted by gas heated to extreme temperature and fall into black hole. فدي تعتبر استدلال تجريبي على جزء من البلاك هول، لما تلاقي مثلا حاجه زي اكس راي طالعه منين؟ نتيجه مجال جاذبيه عنيف. يعني كمبيوتر عنيف ده ممكن يطلع لك ايه؟ اكس راي. ماشي؟ البلاك هول كانديديت انمبر اوف اكس راي فعلا كان بين ساوند يعني مثلا تلاقي مثلا ايه في نظم ثنائيه عباره عن ستار وايه وبلاك هول مثلا فده بتستدل لما تلاقي مثلا ان في حاجه زي الاكس راي اراوند ذا اذر بارت تقدر تقول ان ده ممكن يكون بلاك هول وبتقدر تستدل على ده منين من الماسس من الماسس ومقارنتها مع الماسس في الصن كمرجع ماشي دي طبعا كانديديت للبلاك هول بس طبعا في اثبات اكتر من كده دي فكره الباينري سيستم
ده الستار، الستار اللي شايفينه، وده ايه؟ بلاك هول. الديسك اللي حواليه دوت عباره عن ايه؟ عباره عن اكس ريز. نتيجه ايه؟ نتيجه مجال الجاذبيه العنيف اللي نشا عن مين؟ عن البلاك هول. اوكي؟ كويس. هنا بقى انا عايز اوضح لحضراتكم حاجه يا بلجيوم. ده عباره عن ايه بقى؟ فيزو من ناسا بيتخيلوا طبعا لو انت عندك بلاك هول في السبيس بار وفي ستار ماشي بالجانب بجانبه، شوف هيحصل ايه؟ اول ما بيخش في نطاق البلاك هول بايه؟ بيتبلع، بيتعرض لستار فورس اللي هي بتاعت الصحاب اللي بتحوله زي الباكيت ايه؟ الباكيت نقطه. اوكي؟ الطبيعة جميلة يا جماعة صح؟ فيها حاجات حلوة. السؤال بقى دلوقتي، المشكلة دلوقتي إن إحنا عندنا إيه؟ عندنا قانون وقوانين رهيبة اللي هي قانون إيه؟ الديناميكا الحرارية. قوانين الديناميكا الحرارية تقول لك هل ينفع تفقد معلومات؟ الضروري ده إيه؟ فاندمنتال ديفينيشن فين؟ بس البلاك هول بتفيد مع المنت. انا بقول لك اللي بيخش على ايه؟ والدريس له ايه اللي هو يرجع؟ ده عشان يرجع لك محتاج يكسر كده، يكسر قوانين كده. فده بيسموه انفورميشن ايه؟ انفورميشن نص بارت. ده بيتعارض مع قانون اساسي من قوانين الطبيعه. اللي هو قانون ايه؟ الديناميكا ايه؟ الحراريه، قانون تاني الديناميكا الحراريه. فبالتالي دريس فيلم بروتوكول فيلم، احنا عارفين ان الديناميكا الحراريه بروسيس فيلم سيستم از كول سكند لو سيستم. ده التوبي از سيستم نمبر 50. لو انت عندك سمول انتروبي دايما طبيعيا بتتم تعمل ايه؟ لاش انتروبي. ده تفسيره ايه؟ يعني مثلا انا لو جبتكم كده او جبت مثلا مجموعه من المسلمين وعملت لها فعل يعني نظمتها ورحت سايبها للطبيعه. هنا ايه؟ لم اتدخل معاك. طبيعيا الاوردر ده هيرجع لايه؟ الى التيست اوردر. الالكتروني دايما ايه؟ تند تو انكريز نوت نيفر. اوكي؟ وعشان كده عشان تقدر تسيطر على شفت الناس اللي عندك ايه؟ اكسترنال ايه؟ اكسترنال فورس. عشان تقدر تسيطر على السيستم، عشان تقدر تسيطر على الجروب، لازم اكيد اكسترنال فورس. عشان فورس اوردر. انما لو سبته طبيعة البروبي ايه؟ تكست انكريز. ده بتكون قانون الثاني للديناميكا ايه؟ الديناميكا الحرارية. وحتى دي امبليكيشن اجتماعية كتير يعني. بنحاول نفهمها في الاطار الاجتماعي. المهم فالانفورميشن باردوكس هنا الفيسر كومبليكيت اوبجكت وزيرو انتروبي انتو بلاك هول. وين هاز ذا انتروبي جن؟ الراجل ده كان ما رجعش. صح؟ وين هاز ذا انفورميشن اسكيب فروم ذا بلاك هول؟ مش حاجة بتهرب. انت متخيل ان انت عندك حاجه الفيزياء اتفاجئت بيها بتتعارض مع قوانين اساس الفيزياء زي البلاك هول؟ القوانين اساس الفيزياء اللي احنا بنتكلم عنها ده اسمه ايه؟ الديناميكا ليه؟ الحرق وانا ده مصطفى نظريه الله وقانون من اهم القوانين الفيزيائيه. ماشي؟ طيب فطبعا عشان نقدر نحل المشكله دي جم علماء كبار زي ليكنشتاين وهوكينج وعلماء كبار في الكلام ده حصل في السبعينات. عملوا فورميوليشن قال طب ليه ما نربطش ما بين الانتروبي بتاعت البلاك هول والاريا بتاعته؟ والايه؟ والمساحه بتاعته. هنجيب لكم بقى الديتا اللي حصلت. دي الاريا سيرم سيمبلايز سيرفس اريا بلاك هول از جاست ذا ميجر اوف انتروبي. يعني دلوقتي احنا قلنا ايه؟ في انتروبي بلاك هول. بس المشكله بقى يعني دلوقتي البلاك هول قاعد يضغط انفورميشن، ده معناه ان الانتروبي بتاعته ايه؟ بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. طب ايه طريقه الاستدلال على الانتروبي بتاعت البلاك هول؟ هل انت بتاعتي احسن؟ هل في طريقه استدلال احسن؟ مفيش، لان مفيش انفورميشن ايه؟ مفيش انفورميشن بالظبط. انت عشان تقيس الانتروبي لازم تقيس ايه؟ التمبريتشر درجه الحراره. طب هل في طريقه لقياس درجه حراره البلاك هول؟
البلاك هول بالنسبه لك ايه؟ شيء صامت مش مديك حتى طريقه لقياس ايه؟ درجه حراره اللي من خلالها تقدر تعين ايه؟ القياس السر ده مش العاديه بتاعته. فبالتالي الاوبجكت هتكون زيرو انتروبي هاز تمبرتشر بس ريزيستنت مصدر دي ايه؟ بس البلاك هول ايه؟ ابزورب ايفريثينج حتى اللايت. ماشي؟ فهو كان جبت له كل الابلكيشن. الديبيت اللي انا بحطها هنا ما بين عملاقين من عملاقة الفيزياء بيكنشتاين توفى يمكن حوالي 3 4 شهور وهوكنج والاثنين انا اعتبرهم في الفيزياء يعني اون ايكوال فوتنج بس طبعا اللي واخد الشهرة اكبر مين؟ هوكنج بسبب وضعه الصحي مش وضعه العلمي بالنسبه لبيكنشتاين. فبيكنشتاين ده كان يعني هو عالم استراتيجي في جامعه فيبرو يونيفرستي. الاثنين دول عمل فعلا فاندمنتال كونتربيوشن في الفيزيكس. بيقول لي بقى هوكينج بيقول ايه؟ ذا نوش بتوين اريا سيرم اند سكند لو سيرم وذلك جاست امتر كوانتفايد يعني حاجه بتوصل ان انت عندك الانتروي بتاعك بلاك هول بتخضع لنفس القانون الثاني ايه؟ الذريه الحراريه. فبيتنشتاين بيقول له اي نو كونفيست نو وير ان نيتشر سكند لو سيرم نفس الفيزيكس ده انت كده بتكسر اساسا ايه؟ انت بتكسر المفهوم بتاع تطبيق قانون فيزياء الضربه ده في ايه؟ في كل زمان وكان، فمعنى ان قانون فيزياء الضربه ما ينفعش تلاقي اكسبشن في الدايت كول. معنى ان اقدر احصل على انفورميشن من اي مكان يبقى لازم في طريقه احصل بيها على انفورميشن من مين؟ من البلاك هول. هو اي بلاك هول ود بي ان اكسبشن، اي بليف ذات ذا اريا اوف بلاك هول از اكشن مانيفستيشن اوف ذا اوف اتس انتروبي. فدي ويليام ده كان السوبرفايزر بتاع اينشتاين قال له يور ايديا از جاست سو كريزي ذات ماي سكشن بي ترو. هو مفيش يعني انت بتقول كلام ان البلاك هول لازم في طريقه استدلال على عليه مع ان الكلام كونسبشن بتاعه بيقول انه بيرتبط كل شيء بما فيه الطرق وان عشان حاجه تخرج منه لازم تخسر ايه؟ تخسر سرعه في الطرق نفسها. فدي هوكينج قال ان البلاك هول هاز انتروبي ات ماست هاف ا تمبريتشر اند ات هاز تمبريتشر ات ماست راديييت لايك ايه؟ بلاك بودي ده فور اكزامبل ده مش اكزاكت يعني بس بيمثل بيدينا ثاني. بس نوتن كان سكيب فروم بلاك هول هاو كان ريفيل من هنا كانت الحاجه اللي اتفضل من كانت ماشي؟ هاو كان بلاك هول ريفيل؟ This may happen by considering the quantum effect in black hole. Modern physics has two basic, احنا عندنا نظريتين يعتبر هما الاعمده بتاعت الفيزياء حتى اللحظه. النسبيه العامه اللي بتوصف الجاذبيه والكوانتم ميكانكس اللي هي بتوصف ايه؟ الفيزياء عند السمول سكيل اللي هي الاتوميك والنيوكلر والميوكلر والبيزك اسامبشن بتاعتها. طب ايه هي الكوانتم ميكانكس؟ المشكله اللي هما نون كومباتبل وهنقول ايه نون كومباتبل مش متطابقين مع بعض. البلاك هول بوز مايكرو سايز اند ماكرو سايز. بالظبط البلاك هول البيبر هيد تو اندرستاند هاو تو كومباين ذا تو سيوز. ايه قضيه الكوانتم ميكانكس؟ كوانتم وورلد. ببساطه شديده ببساطه شديده الكوانتم ميكانكس هي اي شيء غير الديل لايف اكسبيرينس اللي انت فاهمها او اللي انت واخد عنها. بمعنى صح في الكلاسيكال ميكانكس او الهارت بتاع الكلاسيكال ميكانكس او قلب الكلاسيكال ميكانكس يعني هفهمه لكم من مثال او من سؤال ساله فايمان لاستاذ في السنه. قال له ايه؟ يا استاذ انت درسنا النهارده حركه البروجكتايل، عارفين البروجكتايل؟ كلهم متفشلوا ولا ما تفشلوش؟ يتفشلوا يجيبوا اورنز ويل. عشان انشر على حاجه بعمل ايه؟ عشان اظبطها بعمل حاجتين. اول حاجه بضمن ان السرعه بتاعتي هتوصل للهدف فبتحكم في الانشال ايه؟ في الانشال جلوس وبضبط الانجل. بضبط الايه؟ الانجل اللي هي زاويه الايه؟ زاويه عمليه الايه؟ البروستايل او القفص بتاع البروستايل. ممتاز. طيب عشان اعمل العمليه التظبيطه دي لما بضبط الانشال كونديشن واظبطها بالظبط هل في احتمال ولو واحد من المليون ان يوصل الهدف؟
لو انا مظبط كل الكونديشن ومظبط الانيشال كونديشن، هل في احتمال ولا واحد في المليون ان البول دي هتخطئ الهدف؟ مفيش احتمال. أو يعني الا اذا كان بقى في ايه؟ اي كونديشن ايه؟ في خارجيه يعني هو بريدكشن لكن لو انت عارف كل حاجه اكزاكت التضامن بشكل حتمي، بشكل ايه؟ حتمي وصول الحاجه اللي انت بتلقيها ايه؟ لهدف. فدي فاينل قال له طب يا عم الحاج انا عايز اسالك سؤال، هو ليه الطبيعه اخترت المسار ده ما اخترتش مسار تاني؟ قال له طب والله سؤال كويس قوي يا فندم، كان لسه في ثانوي بس ما كانش بيحضر نظريات، هو كان بيحل كويشن يعني بيحل بتاع، ومش عارف انتوا بتعرفوا فاينل ولا لا؟ بتسمعوا عن فاينل؟ او يعني ده البريس بتاع الفيزياء. فالمهم فايه ده كان في هاي سكول ديس، فقال له خلاص، قال له فاهم موضوع السؤال كويس قوي، انا عايزك تروح البيت وتحسب حاجه اسمها الاكشن. الاكشن ده بتدي قيمه كده، بتضرب الانرجي فين؟ في الفايل، يعني تضرب الانرجي في الفايل يطلع قيمه اسمها اكشن. تحسبه للمسار للطبيعه فعلا اللي اختارتها. بعد ما ثبت ايه؟ بعد ما ثبت الانجل وثبت ايه تاني؟ السرعه الابتدائيه. وتحسبه اي مسار تختارها. اي مسار تاني حط قدامه كده واحسب له الاكشن. قال له عينيا راح وحسب الاكشن لمين؟ للمسار للطبيعه اللي اختارته ايه؟ وفقا للنشر ايه؟ كونديشن. وراح بنفس نفس الكونديشن راح رسم مسارات ايه؟ مختلفه كتير يعني عدد كبير جدا وقعد يحسب. رجع قال له شفت ايه يا فاهم؟ قال له شفت حاجه مهمه جدا يا استاذ. قال له ايه؟ قال له الطبيعه اختارت المسار الاقل اكشن. طب الطبيعه عندها كونديشن عشان تختار ده؟ يعني الطبيعه عندها ايه؟ وعي عشان تختار ها المسار ذو اقل اكشن؟ فهنا في حتمية صح؟ في حتمية ولا مفيش؟ الطبيعه دايما اول ما تحس بوزن الكونديشن تروح عامله ايه؟ تختار ايه؟ الاكشن ايه؟ الاقل. قال له انت كده يا فندم عايز برنسبل مهم جدا في اللي اسمه برنسبل وفي ايه؟ وفي الداش. عارفين طب هديكم مثال تاني، عارفين اللي هو الانعكاس؟ عمليه الانعكاس دي ليه بتتم بنفس الزاويه؟ ما بتتمش بزاويه ثانيه ليه؟ لان ده يرفع لحاله اسمها برنسبل اوف ليست تايب اللي هو حاله خاصه بالبرنسبل اوف الداش. عشان لما تيجي تفترض ان المسار لازم ياخد اقل زمن تطلع الزاويه دي بتساوي الزاويه. مفهوم؟ حتى طب حتى الديفراكشن حتى الاختصار عارفين الاختصار؟ ان الزاويه في الوسط الاكبر تكون ايه؟ اقل من الوسط من الوسط ايه؟ الاقل من الثاني صح؟ طيب لما تيجي تفترض ان الضوء بياخد المسار الاقل ايه؟ زمنا اقل اكشن ده اسمه في المات بريسبل وفي ستايل ده بيودينا انك تتنازل بالضبط في نص الثاني ان واحد طيب دي انت واحد تساوي ان دي طيب ايه؟ فلسفه. القوانين دي لها اسس، لها ايه؟ مش مجرد انها ثلاث صلاه. مبدا واحد انك تقول ان الطبيعه تختار ايه؟ برنسبل في ايه؟ تختار الاكشن الاقل بس من الاكشن ده تستخدم اي قانون في الدنيا بتاعتك. مهما كان هذا القانون. بس ده على مستوى كلاسيكي. على مستوى كامل. لما جينا نطبق نفس النظريات على المستوى الكامل هي نظريات التطور. مفيش حاجه اسمها بيرسونال فيست اكشن على المستوى الكامل. احد اهم التطبيقات على ده الدبل اكسبيرمنت. عشان تقدر تفكر اللي حصل ده ان كوفن يجي على دبل سليت ويكون لك مشبكتين وثلاثه، التفكير الوحيد ده ان الفوتون خد المسارين في نفس الوقت. مفيش بيرسونال فيست اكشن. يبقى الطبيعه البرنسبل بتحترم الليست اكشن ولا الليست اكشن ده حاله خاصه؟ يبقى الطبيعه البرنسبل بتاخد كل ايه؟ يبقى الطبيعه البرنسبل ديترمينستك ولا نون ديترمينستك؟ الالكترون عشان يخش لك بياخد كل المسارات الممكنه. كل المسارات الممكنه. عشان ينتقل للنقطه الاخرى. الالكترون هو الفوتون اي حاجه على مسار الكم. مش كده وبس. هنفترض اسمك ايه؟ اسلام. اسلام قوته 10 حصان، يعني واحد ايه؟ يقدر يكسر الكرسي اللي قدامه ده ويجيبه 100 حته.
بس الحيطه دي عشان تتكسر محتاجه 100,000 حصان. ماشي؟ هل في احتمال ولو واحد في المليار او واحد في 100 مليار ان حسام اسلام يقدر يكسر الحيطه دي ويروح الناحيه الثانيه؟ مستحيل. طب لو فرضت ان الاسلام تحول لالكترون طاقته مش بقى واحد واحد بقى يروح حصان. في احتمال الاسلام يختار الحيطه ويروح الناحيه الثانيه. كمية يعني. بس هل ده قياس مقاييس تقريريه؟ نعم، اسمه سكان صنف مايكروسكوب. ده كان مقاييس تقريريه، الناس اللي بتشتغل سولد ستيت وبتشتغل حاجات ماتيريال سايكس او كده، ده اكتشفت يدرسه ويشوف الاكسبيرمنت السيلز بتاعته. بشوفك يعني مستدل عليه. ده ضد اللوجيك او الدي ار اي اكسبيرمنت اللي احنا متعودين عليه. ده مش ممكن غير لما تبان تفضل ان الطبيعه ايه؟ حتميه ولا مش حتميه؟ غير حتميه. على مستوى الاستريس بتاعتها هنا القضيه مش احصائيه. في ناس بتفهم ان اول موضوع ميكانيكس دي احصائيات بروبيلتي. القضيه مش كده، الطبيعه حرفيا بتاخد كل المصادر الممكنه على المستوى الكم. اوكي؟ واحد الادله ايه؟ الاكسبيرمنت. ده بيستدعى مين؟ من مبدا الاكسبيرمنت على الاستنتاج ايه؟ اللي هو منتهى البساطه بيقول لك ان الشك يؤدي الى ايه؟ الى الشك. الشك يؤدي الى الشك يا حبيبي. ماشي؟ حكم جراديشن. الشك ماده الاثنين ده يعني من مئات السنين، ده خلاص عفى عليه ده. ماشي؟ مفيش شقين اساسا في الطبيعه. حكم جراديشن هو ايه حكم فصل الفصل ميكانيك؟ ميني اوف ذا ايديال اوف بلاك وي تو بي تشينج. ده انا هقول لك دلوقتي فكره ثوريه اعتمد عليها هو وليها تجربيه واعتمد عليها هو عشان يعرف ازاي الريليشن بتاع ده كله بيحصل. ومهما تحاول تتخيل الفكره دي هتعمل لك يعني بيقولوا بالانجلش مايند بلوينج اللي يقعد عارفين الاكسبريشن ده؟ يعني انا دماغي ايه؟ هتفرقع يعني خلاص. ماشي؟ البلاك هول من اكشولي رادييت مين ظهرت؟ طب هتراديت ازاي يا عم؟ يعني ما عشان حاجه تخرج منه محتاجه ايه؟ تخسر ايه؟ سرعة الضوء. طيب مين ذا هورايزن بارتكل اند بارتكل بيرز؟ هنا بقى دي القضية. انت الكوانتم ميكانكس طلع فيها حلول بتقول ايه؟ حلول اسمها الفلاش والفاكس. ان ولا حاجة في الواقع مش ولا حاجة. لا استراكشر. والاستراكشر ده عباره عن بحر كبير من البارتكل والانتي بارتكل. ده الباب التجريبي حاجه اسمها تجمال افكت تقدروا تدوروا عليه. او في دايركت ايفيدنس دي حصل من 4 شهور في المانيا برضه. بيبر 12 في سايت اثبات تجريبي ان الولا حاجه ليها استراكشر. الولا حاجه. ده مش حاجه خالص. ولا حاجه. ليها استراكشر عباره عن ايه؟ بارتكل وانت بارتكل لوبس. عمليه الميجرمنت بتاعتك بتقدر ايه؟ تطلع اللوبس او تكسر اللوبس دي وتطلع منها بارتكل. الولا حاجه. طيب الكوانتم ميكانكس كنت فاكر فلكتويشن. يعني ايه فاكر فلكتويشن؟ الفاكر هنا معناها ايه؟ الولا حاجه فلكتويشن ده كمان انت بتعرف التناول او ايه؟ حاجه كمان فلكتويت يعني الفاكيوم الناثينج از نوت اكشوالي ناثينج. اوكي؟ الناثينج كان فلكتويت. اوزون ده قال الانرجي بتبت الزيرو يعني يبقى ده معناه الانرجي بتاعتك الزيرو او بتاعت البت الزيرو صح؟ مفيش حاجه خالص. لو كان فلكتويشن وبينرجي على الاقل باي مين؟ بس خلاص. الانرجي فلكتويشن كريت بيرز اوف بارتكل اند انت بارتكل. ابيرز كان ديز مومنتم ابيرز ذا فور فيرشوال. دي ابيرز كويكلي هاو ايفر ذا فيرشوال بارتكل كان بيكم ري انتنس كيرفيرش ديفيكت اكوكينج ده. انت ما تقدرش تشوفهم ليه؟ لان ايه؟ مخصصته بتساوي كام؟ صفر. الناطنج ده مخصصته كلها بتساوي كام؟ بس لو وجد هذا الناطنج داخل كيرف الباك جراوند في الحاله دي الكيرفتشر
يخلي لك واحد منهم يرجع. ماشي؟ ده كان فرنتويشن، ده المفروض ولا حاجه. ماشي؟ دي تكنيك هوم. نفترض ان شايفين المستطيل ده، ده اللي انت بتهرجه، ده البلاك هول. شايفين الكريشن ده؟ شايفين الكريشن اللي حاطط ده؟ عند النقطة دي، واحد راح فين؟ بره، والتاني بيعمل ايه؟ بيخش. اللي بيخرج بره ده بيعمل لك ايه؟ تمبريتشر لمين؟ للايفنت هورايزون، لانه اتعمل بالقرب من مين؟ فدي تمبريتشر لمين؟ للايفنت هورايزون، اللي هو بتاع مين؟ البلاك ممكن جريديشن من سبب تستطيع انك تعين ممكن ايه؟ تمبريتشر، وبالتالي تقدر تعرف انتروبي لمين؟ البلاك مع انك ما خدتش معلومات منها. المعلومات جايه لك عن طريق تاثير مين؟ كان مين؟ حصل على ايه؟ حصل على كيف الطهارات نفسه. مفهوم؟ البيبر ديت احنا بقوه البيبر والسيفيليا بتقدر تعرفها من السايتيشن بتاعها. يعني قد ايه؟ عارفين يعني السايتيشن؟ يعني السايتيشن يعني قد ايه ناس رجعوا للبيبر دي. البيبر بتاعت هوكن دي عملنا فيما يتجاوز يعني حد زي 6000 سيتيشن. انت متخيلين يعني ايه الرقم؟ البيبر بتبقى عن اسمها فيري ويل نون لما توصل 100 سيتيشن. يعني عارفين يعني فيري ويل نون؟ 100 سيتيشن يعني في 100 عالم اشتغل على شغلك وبنى عليه. ماشي؟ بتسمى فيمس بيبر لما توصل 52. ده فين؟ ده في دافع بقى سنه واحده. وبرضه من كانشتاين، من كانشتاين برضه عندنا بيبر من ثالثه يعني. يعني بيبر واحده عندنا لازم تفتش. فدي ناس يعني يعني ناس حلوه. فهنا دي الفكره بتاعت هوكينج ايه؟ هوكينج جراديشن. يبقى الهوكينج جراديشن ده بوسيبل كلاسيكالي ولا اونلي بوسيبل كوانتم دي؟ لازم ايه؟ لازم عندك كوانتم فلكتوز. اذروايز يو بي ايبل تو جيت ايه؟ افاليوم او تمبريتشر فور ذيس بلاك هول اور اني كايند اوف انفورميشن اباوت ذيس بلاك هول. فهمت الفكرة؟ هو عمل الفكره دي وهو طبعا كان مريض. ماشي؟ يعني كان تمكن منه مرض يعني. هو كان في تمبريتشر سنس ذا فوتون كان بي فورم ان اوت سايد ذيس هورايزن ذي كان بي امبيدد اواي فروم ذا بلاك هول. ذيس كولد هوكن جراديشن. هوكن جراديشن ده معناه ايه بقى؟ انك عندك بتفترضوا كده ذا بلاك هول سبيكترم والتمبريتشر بتاعته استطاعت تستوي تبقى بالشكل ده. شايفين انها تعتمد على الار اس، الار اس ده يا امين اللي بيتو ايه؟ اللي بيتو هورايزن ريجن. اوكي؟ هعينه السيرفيس مين؟ الايجن خرج. التمبريتشر هنا اتس كولد روجن تمبريتشر ات انكريز مش ديكريزنج ذا ماس اوف ذا بلاك هول. الايفوبريشن بتاع البلاك هول بقى دلوقتي ما دام البلاك هول قاعد يعمل ايفوبريشن يعني قاعد يطلع لك كوانتم فلكتويشن. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ان الماده بتاعته بتقل ولا بتزيد؟ بتقل. انت ذا ايميشن اوف هوكن جراديشن ريديوس تمام. اوف ذا بلاك هول. انت بروستكسون شنو؟ ذا بلاك هول فاينل ديسابير. ماشي؟ ذيس كولد بلاك هول ايفابوريشن. بس خلي بالك لما الايميشن بتاعته بتزود التمبريتشر بتاعته بتزود كام؟ انذر بروب. اوكي؟ دي ايه؟ انذر ايه؟ انذر بروبلم ان ذا سيرو. العلاقه دي ايه؟ انت دلوقتي بتعمل اديشن من حاجه طبيعيا الناس بتاعتك بتقل ولا تزيد؟ من عليه التوازن، لا اولموست من عليه التوازن نفسه. اوكي؟ اه بالظبط تقدر تقول ان احنا عندنا في الفيزكس لو انت تقدر تفهم في الدراك في بعض كده بعض الفيزكس في نفسه اللي متمنش اولموست ديكريز ازاي؟ لا من الدراك في لو انت بتعرف السوليوشن بتاعت الدراك في ده كويس. اوكي؟ فهنا الماس بتاعتك ايه؟ قول ايه؟ قول ديكريز. ده معناه ان التمبريتشر بتاعتك بلا كل وقت ازواج كويس تو الفيزكس صح؟ ده بيسموه الكاتاستروف بيهيفير بتاع البلاك هول. المصير الكارثي له. نعم. طب هو
ذا وان اوف ذا بروبيت. بس الاول كيس الجوهر ميجرنج ذا وان اوف ذا انرجي. اوكي؟ ازاي؟ سمول بلاك هول هير هاف ا لارج تايدل فورس هير ذا انرجي تو هورايزن. And the creation of the free particle in easier Hawking gravitation will be more significant. In fact, the time required for the evaporation is just given by the sun. After the Asara is. عشان نحل المشكلة دي بما فيها برضه مشكلة السنجولاريتي في البلاك هول بشكل كتير فاحنا لازم نطلع لنحاول نلاقي كومباينيشن في السيستم ما بين الكوانتم ميكانكس وبين ايه؟ البيئة عشان نحل مشاكل نلاقي حاجة كونسيستنت مور كونسيستنت. فالقضية هنا ان احنا ان احنا بنبحث عن حاجة اسمها كوانتم جرافيتي. اللي احنا عملناه هناك ده احنا افترضنا كوانتم فلكتوشا بس موجود على كلمة ايه؟ سبيس تايم. كلمة سبيس تايم ده كلاسيكال ولا كوانتم؟ كلاسيكال. يبقى انت ما عملتش تكليم للنظريه كلها، انت افترضت فقط موجود ايه؟ مجرد ايه؟ جزيئات كمالية عايشة فين؟ في السبيس تايم. لكن ما افترضتش السبيس تايم نفسه كوانتم. يعني ما عملتش تكليم لمين؟ للجاذبية. ما هو الكاذبية ده هو الجاذبية نفسها، هو الجراف. اكوردنج معادلة اينشتاين. الجيومتري هي مين؟ هي الجراف. فانت محتاج كوانتم جراف. عندنا جرافيتي في الفيديو ده كوانتم جرافيتي، عندك حاجه زي الستريت ثيوري، عندك حاجه اسمها لو كوانتم جرافيتي، عندك حاجه اسمها كوز وان سيت، وده كله بنسميه كوانتم جرافيتي، وكل قضيه فتحت بقى الا اي اكسبيرمنتال ايفيدنس. البروبوزل اللي اتعمل هنا او اللي احنا بنحاول نشوفه حاجه اسمها الجرافيتي ريمو. دي نظريه اتعملت في 2004 عملها جو ماجيونو من امبريال كوليدج وليس مولن من امبريال انستيتيوت في كندا. النظريه دي بمنتهى البساطه بتقول ان انت بتعمل تعديل للنسبيه الخاصه من خلال بعض المرحلات التجريبيه او بعض بعد الكوانتم جرافيتي ابروشن. ان السبيشاليزيشن اللي هي العلاقه بين الانرجي والمنتج والمال بيحصل لها سب كايند اوف موديفيكيشن او تعديل. التعديل ده هيؤدي لك ان النسبيه العامه نفسها تتعدل. انتوا فاكرين ان السبيس تايم اللي انا كنت كاتبه كان معتمد على مين؟ على الار 1 ماينس تي جي ام على الار. ان ده بالتحديد ده هيصير يحتمل على الار والانرجي مع بعض. ماشي؟ يعني طاقتي كاوبزرفر هتغير فين؟ في مصير النظام اللي انا لقيته بجانب المسافه الفاصله. اوكي؟ فدي بسميها الجيومتري. طب بسميها الجيومتري ليه؟ لان دلوقتي انت ما بقاش عندك 1 جيومتريك سبيس تايم بقى عندك ريمبو اوف ايه؟ وبجيومتري سبيس تايم. ماشي؟ كل ما بتغير الانرجي بتدرك جيومتري جديده. دي اندرستاند يعني؟ اوكي. انت دلوقتي هناك الشوارشات سوليوشن. هل المتر اللي انت بتقول ده هيتغير لما طاقته تتغير قررت لاي حاجه؟ طيب لو طاقته تتغير طب الكلام اللي ممكن تقول لا لو طاقته تتغير ستدرك جيومتري كطاقتك كايه؟ كباركل بيعمل ايه؟ رد مين؟ للسبيس تايم ده. يو اندرستاند؟ قبل السبيس تايم اللي انا كنت كاتبه هل معتمد على الجيش في اي حد من الاحوال؟ طيب انت قررت ان السبيس تايم ده مهما تغيرت طاقتك هتوصل نفس السبيس تايم ولا السبيس تايم مختلف؟ كذبتش هتوصل واحد زيه ولا مختلف؟ الاثنين. لا النظريه دي تقول لك هتوصل لك واحد مختلف. معتمد على الجيش بتاعك انت. كيف انت الاوبزرفر؟ ايه؟ انت كاوبزرفر كانرجي بتغير في الجيومتري اللي انت بتطلبه. انما في النسبيه العامه مهما تغيرت الانرجي بتاعتك كرابط لا يمكن تتغير الجيومتري. الجيومتري بتتغير امتى؟ بمين؟ بالسورس بس. انما هنا العلاقه ماتش ولا بين مين ومين؟ السورس والاوبزرفر للديناميكس اللي في السورس اللي جنب السورس ده. دي اندرستاند يعني؟ اوكي. فدي ماده الشغل طبعا ده منشور في الدرس كان كويس دلوقتي. اللي حصل هنا هيتكون لك حاجه زي ده يعني حاجه زي الجيومتري كده. بالرينبو والجيومتري.
الاحتلال الاحتلال الانرجي. ماشي؟ هنا طبعا السبيس تايم هنا معتمد على مين؟ على الانرجي صح؟ بجانب مين هناك؟ الار. اوكي؟ طبعا معادله اينشتاين هي كمان هتتعدل ايه؟ هتعتمد هي كمان على مين؟ الانسترومنت بتاعتنا نفسها هتبقى فانكشن في مين؟ في الانرجي. طبعا استخدمت الكلام ده في البحث من اساسي عشان نطلع ريفيو دي عشان نعالج المشكله بتاعت الكابتو في ايه؟ الاوبريشن لما تبقى تروح للطب هل التي تروح للانسنس ولا طبعا بدون الدخول في ديتيلز كالكوليشن طبعا كان نشر في كلينيكال ريفيو ف وجدنا في النهايه النتيجه انك انت لو اعتبرت ريبوزومتري مكان الترديشنال جنرال سيفتي البلاك هول هيتكون لك حاجه اسمها ريمنت بلاك هول عند نقطه معينه البلاك هول والستوب توتالي راديشن مش هيعمل اي راديشن ويوصل لكتله من الماس كتله من الماس دي هتبقى عباره عن ريمنت مطر تبقى كانديديت للدارك مطر نفسها ماشي؟ هنا العلاقه دي بين مين؟ انت ازاي بتعمل راديشن؟ لما يكون لك سبيسيفيك هيت صح؟ طيب لو انا عملت لك نظام او لو عملت لك فاليو الفاليو دي هي العلاقه بين كيو والام شايفين الخط الاحمر كل ما الام تقل كل ما تروح لمين؟ لمين؟ ده اللي بيحصل في البلاك هول في الحاله بتاعتنا او في الحاله اللي انا بنساها هنا في البيلر دي اول ما توصل على البيلر الاحتمال التمبريتشر بتاعت البلاك هول ايكوال تو كام؟ ايكوال اكزاكت للصفر ويبقى يحصل عندك ان عندك ريمنت انتروبي بالشكل ده لما تيجي تجيب السبيسيفيك هيت شايف عند القيمه ديت عند القيمه هون هنا البلاك هول الثيرمال هيتنج بيقعد يفضل يعمل ديشن طول ما دي مات صح؟ وعشان كده السبيسيفيك هيت بتاعت الحاله الستاندرد بتكون متوقفه عند الام بتساوي كام؟ صفر. الدرجة الحالة بتاعتنا اللي هي بلو بتلاقي ان السبيسيفيك هيت بتساوي كام؟ صفر عند قيمة فاينايت للماس. ده أول ما السبيسيفيك هيت بتاعتك بلاك هول توصل هل في إمكانية يعمل أي إكستنجن للهيت مع السراوندنج؟ فبالتالي بنقول إن هو بيكون إيه؟ ريمنت مصر. ممكن تمثل سبب لوجود مين؟ الضغط. ليه ما نعرفش سببه؟ مفهوم؟ هنا بقى المشكلة طيب دلوقتي احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل ايه؟ جرافيكس او كوانتم جرافيكس بس عشان تعمل كوانتم جرافيكس انت عندك فوق فضلات الفرصة في الطبيعة ايه هما؟ جرافيكس و الكترومغنتيزم سترونج بس المشكلة ان السبريد او فرق السبريد ما بين القوة الطبيعية دي تقدر تقول كده ان في ضحى ما بين ديزرت ذير از نو لو ما نعرفش حاجه بالتالي مشكله اسمها هيرارشي بروبلم بنسميها ايه؟ الهيرارشي بروبلم مشكله التضارب ان الجرافيتي ضعيفه قوي 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 بالنسبه لمين؟ الارض الخمسه عارفين الفرق قد ايه؟ الرقم ده 10 ونص 17 ما بين قوه الجاذبيه وايه؟ والقوه الثانيه اللي هي الريكومنتيزم والسترونج يبقى هل في امكانيه انك تعمل نقطه تبحيريه ما بينهم وتعمل كوانتم جرافيتي في النهايه؟ هل في كده والمسافه الرهيبه في الاوردر ما بينهم بالشكل ده؟ انت دلوقتي عايز تعمل كوانتايزيشن لمين؟ للجرافيتي عشان تقدر تحل المشاكل مشكله السنجولاريتي والمشاكل دي كلها. عشان تقدر تحلها لازم تعمل كوانتم جرافيتي. طب عشان تعمل كوانتم جرافيتي لازم تجيب الجرافيتي في مين؟ في نفس الاطار بتاع الايه؟ الاوردر فورس اللي انت عملت لها كوانتايزيشن اللي هم مين؟ انت عندك كوانتم الكتروديناميك وعندك كوانتم ويت انتراكشن وعندك كوانتم سترونج انتراكشن صح؟ الجرافيتي لوحدها لحد دلوقتي بتعمل كالسيول عشان تجيبها في الاطار بتاع الكوانتم لازم تجيب الستريس بتاعتها في الاطار بتاع مين؟ الكوانتم ده. طيب عشان تجيبها في الاطار ده بس المسافه في الاوردر 10 17 نعملها ازاي بقى؟ هي دي النقطه دي بنسموها الهيراركي بروبلم
الفيزياء اربع قوى طبيعيه استطعنا ان احنا نعمل نقطه توحيديه لثلاث قوى الالكتروماجنتيزم والويك والانفرادي فورس. الجلاس ستيل او السايز ذس وان. فبالتالي انت محتاج فيزكس او سايز كونتازم. ده شكل التوحيد بتاع القوى الطبيعيه اللي عند طاقه معينه بتلاقي ان الالكتروماجنتيزم والويك فورس والانفرادي فورس كلهم بيتصرفوا بنفس التصرف عند انرجي سكيل محدد. يونيفيكيشن. طبعا الجلاس ستيل او السايز ذس وان. فعشان نعمل نحاول ندخل الجرافيك في اللعبه دي فانت عندك تشالنج تحدي الطبيعه مبنيه على نظريتين، نظريه كوانتم ستاندرد موديل اللي هو الانفيكيشن ونظريه النسبيه العامه اللي مش عارف نخش جوه الكوانتم موديل خالص. فدي قضيه ان احنا نعمل كومبينيشن منهم ازاي والفرق في الاوردرز ما بينهم رهيب بالشكل ده. هنا وات رونج يبقى في مشكله. ميني بروبلم بس اونلي وان وان. المشكله الاساسيه ان الجراف ايه؟ الاكسترا اوردينري ويك. فاهمين ان الناس ضايعه دي؟ يعني ضعيفه بشكل رهيب. اتس امبورتنت ان افري داي لايف اونلي بيكوز اتس اولويز بريس. شايفين الفرق في المنشوره دي؟ بتاع الفورس 1000 جي بي وبتاع الجراف 10 سكان 16 الغاز اومن. هنا بقى المشكله عشان نقدر نحل المشكله دي هنفترض حاجه مهمه جدا. ايه اللي بقى العيب بقى ساعات الراجل ده؟ الفكره هي فكره الاكسترا دايمنشن الابعاد الثلاثه. دلوقتي انت بقول ان الجاذبيه ايه؟ ضعيف والقوه الطبيعيه هي ايه؟ قوية. طب ليه ما افترضش ان هما فعلا الستريس بتاعهم واحد؟ بس الثلاث قوى الطبيعية اللي انا عارفهم موجودين في اربع ابعاد بس والجاذبية موجودة في ابعاد ازيد من اربع ابعاد. زي ما يكون عندك اربع مثلا اربع توائم او اربع توائم مختلفة. ثلاثة منهم وزعتهم على كام؟ على ثلاث كوبايات. والرابعة وزعتها على 20 كوباية. يبقى الكونتريبيوشن بتاع الرابعه دي في الثلاث كوبايات الاولانيين قد ايه؟ ولا حاجه. دي فكره الاكسترا دايمنشن. عشان تختلط ده طب ده تفسير لمين؟ تفسير للجاذبيه ايه؟ ضعيف. ان احنا شايفينها ضعيفه لانها موجوده فين؟ في ابعاد اكثر من الاربع ابعاد اللي احنا عايشين فيه. لكن ده ما يمنعش لو رحنا الاربع ابعاد هنلاقيهم ايه؟ كلهم ذا سيم سترينث. ومن ثم نقدر نعمل فورميوليشن لنظريه الكوانتم ايه؟ نظريه الكوانتم جرافيتي. مفهوم؟ يعني الكوانتم جرافيتي هنا السنتر فين؟ في اربعه دايمنشن ولا اكثر من اربعه دايمنشن؟ بالظبط. بالظبط. مور ذان فور دايمنشن. ايه؟ لا فيها جرافيتي بس. خلي بالك بقى هنا ان في قضيه جميله جدا. ده اليونيفرس زي ما احنا مدركينه صح؟ طيب في واحد لو عندي اكسترا دايمنشن اليونيفرس هيبقى سلايد بالشكل ده. سلايد صغير خالص من قول ايه؟ من اكسترا دايمنشن او مين بارا اليونيفرس. الفكره بمنتهى البساطه زي كده بالظبط. شايفين؟ ده الكون بتاعنا اللي هو ده. وفي كون ايه؟ ده لو انت عندك 1 اكسترا دايمنشن بس، يعني عندك انت عايش خمس ابعاد. لو كنت لو الطبيعه فيها خمس ابعاد بس. ده معناه ايه؟ ان انت هتبقى عايش على ايه؟ على سلايد منه. السلايد دي فيها ثلاثة ايه؟ فرصه طبيعيه احنا عارفينها. والجراف دي بس تقدر ايه؟ تخرج في البعد ايه؟ الخارجي. هتقدر توصل لمين؟ للبنت اللي موجود فين في البعد ايه؟ الخامس ده المولد دي. هنا بقى السؤال في كوزوال كونكشن ما بيننا وبين البيت ده ولا مفيش كوزوال كونكشن زي ما كانت في البيت عملت كده فين؟ في كوزوال كونكشن عن طريق مين؟ الجراف اللي بتستشعر بسرعه في ايه؟ مفهوم؟ ابعاد مكانيه مش ابعاد زمنيه. في نظريه حول يعملوا ابعاد زمنيه اكثر من بعد واحد طلع في
هو بعد واحد حتى لو دورت لسه مش مكان ماشي ايه بتتخيله بشكل في الديب يعني بشكل في الديب على الكويشن بتقدر تخلي دي مشاكل فعلا ماشي طيب هنا طبعا الكلام دوت يعني ده شكل مثلا ايه ان عمل النظريه دي في البدايه خالص كانوا علماء طبعا اللي عملها نيمار كان حامد وديموبلس ودال ودول اكبر علماء في الدنيا حاليا يعني كان سنه 12 في التسبيح جه بعدها راندل ساندرون وبالمناسبه راندل دي عليها قصه كبيره عارفين جامعه هارفرد قصه فيزياء الست دي تعطى هي اول سيده تعين او تترتب في قسم الفيزياء في جامعه هارفرد منذ انشائها نتيجة انها عالمة من الطراز الاول. اوكي؟ ونتيجة طبعا ايه؟ لقلة عدد الستات اللي تدرس فيزياء على مدى التاريخ. يعني قليلين جدا يعني. فهي تعتبر اول سيدة تعين بشكل مثبت في جامعة هارفرد عام 2002. مع ان جامعة هارفرد من 1600 وحاجة يعني او 1900 وحاجة. ماشي؟ اوكي، فهي عملت موديل او هي اتعملت في البيرن وورلد ده الموضوع اللي هو الاكس راي البالي انفستد دي بالشكل ده او البريد بالشكل ده. ده تقدر تقول عليه مثلا ده اللي هو راندر موديل او لينا راندر موديل ان انت عندك شايفين التفاعل الموجود ده اكنك بتقول ايه الثري فورسز موجوده على ايه؟ على البريد. مين اللي بيستفسر في الاكس دايليشن؟ الجراف اللي هو الجراف صح؟ طب على الناحيه الثانيه موجود برضه في فاندمنتال فورس تكنيك بس ما بيعملوش ايه؟ ما بيعملوش مهمتين انجليزيين الكونكشن الوحيده بيننا وبينهم هو مين؟ الجرافيكس. ايه؟ السبيس فاينرز الباكن اللي هو فعلا مش باكن اللي هي النت فورس بتاعتها والنت الناس بتاعتها بتظبط بس هي في الواقع لا تراش لانك عندك مشكله اساسيه في الفيزياء اسمها الاوبنسون جراف عادي ليه مش حاجه اسمها عادي انت عندك لا مش كده انت عندك دلوقتي في دايركشن في الفيزياء ماشي ده فعلا بقدر الاقي نسخ توحيديه للطبيعه نسخ توحيديه للقوى الطبيعيه فما دام انت ماشي في النطق ده او في الاطار ده الجرافيتي تو الاكسبشن وفي مشكله ثانيه كمان ان انت عندك فيزياء عند 1000 جي بي وفيزياء ثانيه عند 10 و13 بينهم صحراء ما تعرفش حاجه خالص مين اللي ايه اللي ايه فين اللي هنا؟ هتقول لي طب انا ليه ما شفتش الاكسترا دايمنشن؟ هقول لك مثال بسيط ليه ما شفتش الاكسترا دايمنشن لحد دلوقتي؟ لو افترضت ان انت عندك لو في انبوبه على الحيطه هناك كده وفي ناس بتتحرك عليها انت لما وانت تعيد بتشوف الانبوبه دي كام بعد؟ بعد ولا بعدين؟ بعد واحد بس. طب الناس اللي شايفاها كام بعد؟ شايفاها بعدين البعد والسلك صح؟ فالاكسترا دايمنشن لو هي موجوده فعلا مش احنا مش قادرين نشوف الاهداف مش قادرين نوصل نعمل بروبنج الهاي انرجي او الشورت ديستنس اللي عندها المفروض يحصل جنريتنج لمين؟ يعني مش قادرين نقرب الانبوبه دي اقول لك مش قادرين نبقى في موقف النمله. المسافه لسه كبيره بيننا وبين المسافه الطاقيه والمسافه الايه؟ على المستوى الدفع. كل ما تنزل للسيستم ده اكثر كل ما تحتاج طاقه ايه؟ اعلى واعلى. مش عارف. اي هاف نو ايديا. اي هاف نو ايديا. يعني انت هقول لك على حاجه لو انت كنت سالت ماكسويل انت طبعا ماسك موبايل صح؟ الموبايل دوت بيسكلي بيعتمد على مين؟ على الاسم ده كويس ممتاز لو كنت سالت نفسه باي حد من الاحوال الاربع الكوشنز اللي هو عملها استخداماتهم ممكن تكون ايه؟ لا ممكن تكون يعرف الخير لا مش ما هو حتى التخيل طب تخيل شكلهم عامل ازاي ما اعرفش
في بقى استثمارات ان هم ازاي بتستدل على وجودهم؟ بتستدل على وجودهم ازاي لو لقينا ميني بلاك هول في الـ LHC؟ ليه؟ لان البلاك هول عشان يتوجد محتاج يتوجد عند الايه؟ عند الاطار الجراسي سترونج، صح؟ طيب السترونج الجراسي بتبقى سترونج فين عند 10 في كام؟ 19. بس بالنسبه للـ LHC هينفع كده الجراسي من 10 في 19 عند 10 في كام؟ 3، صح؟ في الحاله دي الظواهر اللي كانت بتحصل عند السترونج جراسي عند 10 في 19 ينفع اجيب عند 10 في كام؟ 3. في الحاله دي اقدر اعمل توليد من مين؟ الميني بلاك هول في الـ LHC. ففعلا لو شفت ميني بلاك هول في الـ LHC ده اثبات يعني بشكل كبير على وجود الاكسترا دايمنشن. لكن تعملوا بروبي ازاي؟ معرفش. يعني تخش فيهم ازاي؟ معرفش. دي زرار الف اكسبرت تاوز زرار هيوج اكسبرت تاوز مين مين اكسبرت وده انبوينت ريسيرش ده مش ريسيرش اتعمل وطلع ده انبوينت ريسيرش يعني شغل شغال حاليا وانا بكلمك حاليا اكزاكتلي يو مايت سي ايه اكثر عدد من الابعاد مش اقل اولا بالاكسترا دايمنشن ثيوري لو انت افترضت اقل عدد من الابعاد في التضاريس 4 دايمنشن ايه؟ بالزمن عدد الابعاد الزياده ممكن يوصل لحد عشان تبقى كونسيستنت ممكن يوصل 12 فولت عشان تبقى كونسيستنت شوية to generate just one mini black hole.
بس لو اعتبرت ايه؟ القضية بتاعتنا اللي هي الريبون جرافي مع جرافون فيكس لاينز. ماشي؟ ميني انك انت تقدر تعمله جنريتنج اكسلريتر. يعني ميني بالنسبه للنشر بلاك هول الموجود في الـ في البيت العادي في الجهاز الثاني. هنا في الكلوجن بتعرف بقى الكورنر فايل تايم جنرال سيور فيرتي مثل الاوبجكت ران سبيس تايم سو ذات اني فريند ترافلينج ثرو ات انكلودنج لايف تيكس اكيرد اباف. General relativity says that the mass should not depend on the energy of the particles moving through space-time. Black hole in general relativity has two major problems: the physical singularity and the information loss paradox due to event horizon. Hawking predicted that black hole can radiate if we consider the quantum fields on classical background, but according to the process of black hole will have a catastrophic evaporation as the mass of the black hole vanishes infinitely. So the book gravity. هنا بقى القضية particles with different energies will actually see ايه؟ different space time. ده اختلاف الجوهرية بين الريبو جرافيتي والايه؟ والبلع. احنا ما قلناش ان اينشتاين غلط ما حطناش نسبة. لكن البلع تعتبر تقريب لمين؟ او حالة خاصة من الريبو جرافيتي. يلا استنى مين؟ ماشي. different gravitational fields different geometry. By considering the ريبو جرافيتي the black hole will radiate until it reaches the relative case. This step prevents us totally from reaching the physical singularity of black hole by considering the extra dimension, which explains the weakness of gravity in comparison to other forces. The many black holes can be produced at the energy of colliders. In the context of gravity and boom, these many black holes need energy not less than 10 kilograms volt to be produced, which explains the absence of black hole in the first round of initiative. Our results need further phenomenological studies with different types of black hole in actual dimensions. طبعا احنا كنا بعد ما نشرنا الكلام ده لقينا في صحف عالميه كتير كتبت عنه زي ديلي ميل او زي فيسكس اورجا او تيليجراف او وغيرها وساينتفك امريكا نشروا يعني وعملوا تغطيه كتير يعني من رزق هنا في فيديو كان بيحاول يشرح الرزق بتاعتها بشكل ايه بوب ساينس عارفين البوب ساينس اللي هو الناس الشعبية ايه شعبان ماشي هنا الراجل ده بيحاول يشرح بشكل مش عارف ايه Thank you.
this work was done by Muhammad Khalil, the college undergrad at the solar unit. We applied that from the report. So this can be done for the scatter. Thank you.